اهلا بكم. الحوار اكثر من ممتع اليوم لانه احنا هنبدا حوارنا النهارده عن الزراعه والتركيبات. يا سلام الزراعه والتركيبات. لكن خلي بالكم، انا هحكي لكم حكايه كده. ناس كتير فينا في مصر بلدنا الحبيبه بيشتكي من صداع ويقعد يلف بقى يمين وشمال، وطبعا احنا بقى يعني ايه اساتذه، عندك صداع خد مش عارف ايه الاخضر وخد الاحمر وخد مش عارف ايه القرص، هيضيع الصداع. وفعلا بيضيع الصداع، لكن بيرجع تاني يوم، بيرجع بالليل، بيرجع اشد. الصداع الناتج عن الاسنان هو واحد من اشهر انواع الصداع على الاطلاق. طبعا الصداع له اسباب تانية، الضغط ومش عارف ايه والكلام ده كله، واتساع الشرايين والتهابات وارتفاع ضغط الدم ومشاكل خاصه بيه اوعيه دم. لا ملناش دعوه بالكلام ده دلوقتي، احنا بنتكلم في السنان. صداع ناتج عن سنان اسبابه، عد معايا. اول حاجه تسوس، يا حلاوتك سيب السنه تسوس، تضرب العصب تلاقي الصداع ضرب لك الالم في السنه وواصل للصداع. تاني حاجه الكز على السنان، كتير منا بيكز على اسنانه طول اليوم، طبعا سواقه ومش عارف ايه. تالت حاجه تلعب في اسنانك بضوافرك بقى، الناس الوحشه دي بادوات يخرب عقله، اللي بيعمل يمسك الكرنيه يقعد يلعب في بين سنانه بالكرنيه، ولا مش عارف بس ابص الاقي مثلا ماسك تذكره بتاعه المترو ولا مش عارف ايه عمال شغال يخرب. ايه يا عم في ايه؟ الناس الثانيه بقى التهابات اللي لسه كمان اللي بتحصل، كمان حساسيه الاسنان، وايضا المشاكل الخاصه بعد الخلع الغير جيد للسنان. ده يخليني اقول ان الصداع لازم لو انت استمر عندك وحسيته لازم تتاكد ان الاسنان بريئه من هذا الصداع وقد يكون مزمن. الموضوع النهارده مثير جدا ومهم جدا، لان احنا هنتكلم النهارده عن الاهلي والزمالك، قصدي التركيبات والزراعه. يا ترى مين منهم احسن، الزراعه ولا التركيبات؟ وهنعيش هذه القصه بشكل تفصيلي جدا، لانه كتير من المصريين عندهم فراغات كبيره جدا وأسنان راحت منذ أمد بعيد. حوارنا سيكون ممتع مع ضيفي العزيز، قيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الأسنان، وطبعا طور جدا شرح الأسنان وتحدى أنه يضع المنطقة العلمية البحتة على مستوى إعلامي، ونجح في ذلك نجاحا باهرا حقيقة، يد رائعة وأسلوب وتقنيات متميزة. طبعا سوبر ستار في هذا المجال الأستاذ دكتور شادي علي حسين. حضرتك يا اما تاخد كل حاجه لما تعمل علاج جذور بالميكروسكوبي، يا اما ما تاخدش. عصب ده لما يجيك الم غير عادي، الاوبشنز اللي تضرهم انا بمنعها من المركز عندي. انا اعرض على مريض عرض يدمر له اسنانه يبقى انا بضره، انا ما بعملش كده. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. دكتور شادي اهلا بيك. اهلا بيك دكتور. والله وحشني جدا جدا. النهارده الأهلي والزمالك. طيب التركيبات والزراعه، خلي بالك ان دايما حاططهم في منافسه، انا اللي عملت الحكايه دي مش عارف ولا هي موجوده عندكم في العلم. كويس. هبدا الاول بالتركيبات. التركيبات بطل العالم في تجميل الاسنان، صح؟ تمام. بطل العالم في تجميل الاسنان، بس هي التركيبات سلاح ذو حدين، يعني انت ممكن ان انت تعمل بيها تجميل وممكن تعمل بيها تسويق، وبتجي لنا الحقيقه حاجات كثيره بتبقى فيها مشاكل من التركيبات. هي المهم النو هاو او ازاي هنقدر ان احنا نشكل التركيبة أو نعمل الحاجة بالشكل اللي يخليها أحسن ما يمكن. الحقيقة النهاردة يمكن بنتكلم عليها بشكل سينرجيزك أو مكمل، إن يعني التركيبات بتكمل الجزء الثاني بتاع الزراعة، مش متنافسين، لأن هي المفروض إن دي ليها الدواعي بتاعت الاستخدام بتاعتها ودي ليها الدواعي بتاعت الاستخدام بتاعتها. الحقيقة إحنا النهاردة بنتحدى كده بحاجة يمكن أول مرة نعملها، إن إحنا نجيب صور لسنان وهي بتتخلع وبعد ما اتخلعت، وده منظر يمكن بالنسبة للناس كتير تقول لك إزاي هيعمل كده، ده يعني دي حاجة أكيد منظر بشع
واكيد الخلع ده شيء صعب، واكيد الخلع ده دم وبهدله والكلام ده كله. فالحقيقه انا بتكلم النهارده في موضوع الزراعه بشكل خاص على شقين مهمين جدا. الشق الاولاني قد ايه التركيبات لما بتكون مش كويسه ومعموله بشكل مش كويس بتدمر الشكل ثم بتدمر الاسنان. عايز اسالك سؤال واحنا ماشيين في الحته دي. ليه انا بشوف دلوقتي كتير قوي حالات في المجتمع المصري مع عامله تركيبات بنشوفها كتير سيئه جدا، وليه انتشرت العشوائيه شويه في الحكايه؟ الميس يوز بتاع الكلام اللي انا بقوله، يعني انا دايما بتكلم على ان التركيبات ممكن تحل مشاكل تجميل كتيره جدا، ممكن تستبدل مثلا في بعض الحالات التقويم. بس الكلام ده دايما انا بقعد اشرح دايما ان كل حاجه ليها استخدام. يعني انا عايز اغير شكل السنه، عايز اغير اتجاه السنه مع شكلها، عايز اغير لون السنه مع اتجاهها مع شكلها، فهتجه للتركيبات. لو مثلا السنان حلوه وحجمها كويس ولونها كويس وعايز اغير اتجاهها بس، فانا بتجه للتقويم. فيمكن حتى دايما يمكن لو تفتكر من سنين، من سنتين او سنتين نتكلم على الموضوع ده بتاع التقويم، زعلوا مننا قوي، افتكروا ان احنا بنقول لا احنا هنلغي التقويم، لا احنا ما قلناش كده، احنا قلنا هنعدل، وده ليه زوايا استخدام وده ليه زوايا استخدام. في حاجات بقى بتستخدم، يعني واحد ما عندوش التكنولوجيا اللي تخليه يقدر يشتغل كمبيوتر مثلا، فيبتدي يبرد ويبعت للمعمل، يبتدي يعمل مثلا حاله زي دي، المريض عنده اوفر جيت او بروز رهيب جدا في الاسنان، عنده الاسنان نفسها زي ما انت شايف كده فيها تعرج كبير قوي، السطح بتاع السنه نفسه مش مستوي، عنده في الحشوات بيضه مش كويسه، عنده في انياب راكبه فوق القواطع في الفك السفلي، ففي فراغات وفي حاجات شكلها مش كويس. فالحاله لما تبص لها ممكن للوهله الاولى الشخص يقول لك ايه، لا ده لازم تقويم. طيب اوكي، التقويم هيعدل الاوفر جيت، هيعدل لي البروز ده تمام، ولكن هل هو هيصغر لي حجم السنان ولا لا؟ هيضطر، مش هيقدر يصغر حجم السنان، فهيضطر يخلع اللي هي الضواحك اللي بعد الانياب عشان يقدر يرجع دول لورا. دي نقطه، لان ما عندوش فراغات يقدر يلم فيها. النقطه الثانيه، وانا يعني احنا بنشتغل تقويم وبنشتغل تركيبات وبنشتغل كل حاجه، يعني احنا عندنا 8 تخصصات الكلينيكيه في شايني وايت. انما انا دايما المايسترو هو اللي بيقدر يحدد هنروح في انهي اتجاه. فالحاله عندي مشاكل في السبيسنج، ان الحجم السنان ضخم مفيش فراغات، هي بالعكس حجم السنان اكبر من حجم الفك وبارزه. فانت النهارده بتاع التقويم عايز يخلق فراغ عشان يقدر يرجع فيه السنان دي، فهيخلع اتنين من الضواحك. الحاجه الثانيه انه بعد ما هيعمل كده يزال ويظل حجم السنان وشكل السنان بالنسبه للمريض مش مرضي، السطح بتاع السنان المتعرج بالنسبه للمريض مش مرضي. فالبروز ده طبعا بالنسبه للشفه العلويه والشفه السفليه عامل مطلع الشفه العلويه لفوق، وبعدين السنان راكبه، العلويه راكبه على السنان على الشفه السفليه، فتلاقي ان المريض مديله ايحاء ان هو شكله يعني اهبل او شكله مش حلو، او نديله يعني اباسي شويه كده، حاجه بتخلي الناس متضايقه منها جدا، تخليه على طول باستمرار بيحاول يشد شفته لتحت ومش عايز انه يبتسم ومش عايز انه يبين. بنبتدي اللي احنا عملناه دي اللي احنا بنتكلم فيها دي جلستين، كل جلسة 4 ساعات، تحضير لجميع الأسنان الـ8 اللي قدام، الـ10 اللي فوق والـ10 اللي تحت. عملنا بس حشو عصب في النابين عشان ندخلهم لجوه، من غير حشو عصب تاني حاجة تانية. عملنا تشكيل للثة عشان ندخلها لجوه. ده المنظر في خلال بعد 48 ساعة، إن من سنان لونها بني بارزة متعرجة في بروز حادة راكبة على بعضيها، مفيش مسافة ليها في الفك، فتلاقي بص المنظر بيختلف كليا وجزئيا. الراجل ده عايز اقول لك بعد ما خلص ما كانش مصدق الايفكت بتاعه. وفي نفس الوقت المهم قوي، وده يمكن كان جاي من البحرين، هو كان هو جاي من البحرين مخصوص، قال لي انا 48 ساعة دكتور. دي حاجة عظيمة قوي، حكاية السياحة العلاجية دي. انت عارف انه السياحة العلاجية هدف من اهداف برنامجنا طبعا، فده مهم قوي ان احنا نبرز، ويا ريتك على طول تحكي لنا عن السياحة العلاجية في تشاين وايت. يعني ده شيء رائع.
بالظبط. جزء ما هو ما دام السياحه العلاجيه دي احنا السياحه العلاجيه هيبقى كله منظومات خاصه. بالظبط. السياحه العلاجيه في مصر كلها منظومات خاصه. مش هتبقى منظومات عامه كبيره. طبعا طبعا. يعني طبعًا. ممكن طبعا تبقى بس المنظومات الخاصه هتلعب في دور على الاقل 60 الى 70% من السياحه العلاجيه. بالظبط. فده احنا لازم نبرز يعني ادي البحرين اهو سامعيننا وجم وجم وعملوا. الفكره في حاجه دكتور ايمن اللي بنتحدى بيه دايما واللي هي اقوى حاجه في شايني وايت. كويس؟ او من اقوى الحاجات يعني. ان انت تقدر تخلص 20 سنه في 48 ساعه. ده حلو قوي. كويس. ان انا اقدر ان انا 10 سنان في 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 24 ساعه. يعني 24 ساعه مش هيقعد 24 ساعه، اقصد ان هو نزل كان حاجه استذكرته كان عندي يوم السبت اشتغلنا له حد واثنين، يوم الاثنين بالليل مشي روح بلده. لماذا تفشل التركيبات؟ هذا السؤال مهم جدا جدا يسالوه هاني عفيفي. كلنا ممكن نتعرض لحادثة أو لضربة قوية على الأسنان ممكن تؤدي إلى كسرها أو لمرض يسبب تلف أو فقدان أسنان، وهنا بتبقى مشكلة مش بس صحية وحياتية وتأثير سلبي في الأكل والشرب والنطق ووظائف الفم والأسنان، إنما كمان بتصيب صاحبها بحالة نفسية سيئة وفقدان ثقة في تعاملاته مع الآخرين. ولاستعادة الشكل المناسب وتصليح كل الأضرار دي بنلجأ لوسائل علاجية متعددة بيختارها الطبيب حسب الحالة والاختيارات اللي بيمنحها الطبيب للمريض، ومن أشهرها تركيبات الأسنان. الجديد في تركيبات الأسنان لا يتوقف، لكن إيه هي الحالات اللي ما بتناسبهاش التركيبات وبتفشل لو لجأنا إليها؟ وإيه هي المعايير اللي بيتبعها الطبيب علشان ضمان نجاح التركيبة؟ هو السؤال البديهي، يعني حالات ما ينفعهاش تركيبه يبقى اكيد هيبقى حاجه غير التركيبه. يعني برضو عشان الناس تقول لك يعني انا عملت تركيبه وفشلت مثلا او ما اتظبطتش، هو بتبقى ما فشلت عيب في اللي عملها ولا عيب في الحاله المرضيه نفسها؟ بص، هو الموضوع مالتي فاكتور، في فاكتورز او في عوامل كثيره جدا بتؤدي لفشل التركيبات. العوامل دي من ضمنها طبعا الكواليتي بتاعه الماده التركيبه نفسها. يعني مثلا لما انا بتعامل مع معدن واحطه على عاج، كويس، لما انزل عليه حمل اللي هو المعدن اللي ضغطت البورسلين ونزل عليه حمل، ده بيبقى الفورس اناليسيس او تحليل القوه عليه غير لما تحط نفس الماده على السنه. يعني خلينا ناخد نقرب المثال لحضرتك. يعني انا النهارده لو جبت حته حديده وقعدت ايه ادوس بيها على الترابيزه الازاز دي، كويس، ولا لو الازاز تو لايرز من الازاز على بعض ودوست عليهم، طبعا تو لايرز من الازاز هيبقى العمر الافتراضي بتاعها بيقوي الازاز لان طبقتين من الازاز هتقوي نفس ماده الازاز. انما لما احط حديد فوق الازاز الحديد هيكسر الازاز. ده اللي دايما عاده بيحصل من احد العوامل اللي بتؤدي لفشل التركيب. كويس. طبعا غير العامل بتاع وجود البروبورشنز، يعني ايه النسبة. يعني نسبة، يعني نسبة الجزء العلوي من السنة اللي طالع فوق اللثة بالنسبة لنسبة الجدر لازم تبقى على الأقل 2 لواحد. ما ينفعش ان انا مثلا يبقى عندي جزء صغير جدا من السنة طالع هتاخد التركيبة وتنزل والكراون والبوست وكل حاجة وتنزل بيه، او احيانا ان يبقى الجزء اللي من الجدر اللي فاضل تحته قليل جدا، فبالتالي برضو السنة نفسها على بعضها بالجدر هتطلع وتجت لوز. كان في معانا حالة كان عنده تركيبتين معمولين معدن متغطي ببورسلان على القواطع الجانبية. كويس. المريض وهو بياكل جه قامت اتقطمت منه واحد من القواطع دي، كويس، اتقطمت لحد مستوى اللثة. كويس. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان الكلينيكال كراون او الجزء اللي باين من تاج السنة لا يسمح ان احنا نقص السنان اللي حواليها بالليزر، فما اقدرش اقص حوالين الجدر ده بالليزر. والجدر اللي فاضل قصير. كويس. طيب عملنا ايه بالموجات الصوتيه؟ وده بقى التحدي اللي انا بقول لك عليه، ان واحد شفت دكتور سنان قبل كده جاب لك صور الخلع، دي حاجه انه يقول لك ده منظر هيبقى مقرف ومش مقرف. لا، ده الخلع هو بالموجات الصوتيه. اولا ما فيش نزيف خالص، بتبقى فاري كلين، بنحافظ على العظم بشكل رهيب جدا واللثه، لان دول اغلى حاجه يا دكتور ايمن حضرتك محتاج تحافظ عليها. اللثه دي لو اتدمرت هتطلع لفوق ويبقى منظر الطربوش وحش. العظم لو اتدمر برضه هيحصل فشل للزرعه، وتبص تلاقي تراجع في اللثه لان العظم هو اللي بيسبورت او هو اللي بيسند الزرع. فبنبتدي ان احنا بنشيل الموجات الصوتيه، مفيش نزيف خالص، ونبتدي بقى نحط الزرعه. شايف، بص بقى الزرعه دي الميدانتيكا. الزرعه الميدانتيكا هي ميزتها في ايه؟ اولا هي زرعه الماني،
واخد زي ما قلنا احسن تصميم زرعه 2015 2016. وبعدين ميزتها زي ما حضرتك شايف، يمكن انا بس جايب النقطه دي، ان هي السطح بتاعها بيسحب زي الشفاط يسحب الخلايا بتاعت الدم. فلما يسحب الخلايا بتاعت الدم دي، يمكن لو تلاحظ هنا وهي داخله بتشفط الدم عليها، فلما يسحب خلايا الدم يخلي الزرعه دي بدل ما تمسك في 6 شهور تلاقي الزرعه من 4 لـ7 أسابيع بتبقى زي الحجر في العظم، وهي والعظم حته واحده. دي معالجه بتعمل حاجه اسمها التوتر السطحي، خاصه بالتوتر السطحي بتاع الزرعه. بالظبط. ولا وبيبقى معالجه كمان في ماده السبيكه بتاعت الزرعه. كويس. وده يمكن اغلى حاجه في الزرعات، ان يبقى الماده بتاعتها بتتعامل مع العظم بشكل كويس. فعشان نأثر كمان المده بتاعت الناس، برضو انا بقرب للناس دايما لما بتسمع خلع وزراعه وزراعه عظم يقول لك بس ده انا هبهدل، ده انا هعمل مش عارف ايه الكلام ده كله. انا جايب الستبس بقى بالظبط، ادي اهو كان في فراغ ما بين الزرعه وما بين العظم. طيب عايزين الزرعه دي تمسك اسرع، وبعد الراجل ده يجي لنا بعد شهر يحمل، فحطينا له ده العظم، ده عباره عن ماده عضويه باودر بيتحط حوالين الزرعه. مش الناس فاكره ان انا بقى هتقطع بقى وتدشدش وتعمل حته عظم، مش الكلام ده خالص. ده هو عباره عن شويه باودر عامل زي الملح، بيتحط ماده عضويه بتتحط حوالين الزرعه. بس انتوا برضه بتستخدموا كلمات صعبه، يقول لك يعني ازرع لك عظم، انا ازرع لك عظم. هم شويه ملح يعني، هم بيتحطوا حوالين مش بقى باودر زي ماده عضويه بتتحط حاجه اسمها هيدروكسي ابيتايت، بتتحط بتخلي ان الخلايا تكون ماده العظم، الماده العظميه اسرع. وبعدين بنبتدي زي ما انت شايف بقى، بص الكونفكس شايف بص مهم في نقطه، كذا نقطه مهمه جدا. يمكن الصوره دي نخليها شويه عشان الصوره دي مهمه قوي يا دكتور ايمن. دي الجزء العلوي اللي بيتحط على الذره عشان يشكل اللثه. شايف شكل اللثه من بره، ما تلاقيش حصل كولابس، ما هبطتش اللثه لجوه. دي فايده شويه العظم اللي احنا حطيناهم. تلاقي ده لما لو حضرتك ما عملناش كده اللي هيحصل ايه، هتلاقي ان العظم ده يبتدي انه عالي على السنه الطبيعيه دي وعالي على السنه الطبيعيه دي، وفي النص يهبط. لما يهبط ايه اللي يحصل؟ يجي يحط التركيبه الدكتور بعد كده يحس العيان انها بارزه. هي مش بارزه، انما اللثه اللي تحتيها هي اللي داخله لجوه، نتيجه ان اللثه نفسها ما تحافظش على ضخامه او سماكه العظم حواليه. فدايما دايما 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 بحب احفظ، انت عارف يا دكتور ايمن، من الكريديبيليتي بتاع او المصداقيه بتاعه التعامل، ان انا المريض لما بيخلص بمديله البوكس بتاع ميدانتيكا بتاع الزرعه. ده في كل الطب كده. اقول له اتفضل، كل الطب كده عليها الباركود والرقم السيريال وكل حاجه، يعني لو فيلر ولا بوتس برضه بنديله الحاجه بالظبط. فيجي ده يشيل اولا الشك من المريض، ان انا ايه اللي اتحط لي والدكتور عمل لي السيريال ده وورلد وايد. فمهم قوي اقولها مره واثنين وثلاثه. النوع الزرعه مهم جدا. شايني وايد تتعامل بميدانتيكا، ميدانتيكا ده اسم لازم الناس كلها تحفظه، ده اسم اكبر زرعه الماني موجوده في العالم. احنا حاليا دلوقتي خلاص وقفنا يا دكتور ايمن كل انواع الزرعات، ما نتعاملش غير ميدانتيكا، لان ميدانتيكا هي من اقوى الانواع دلوقتي حاليا في العالم كله، تمسك في 7 أسابيع، فيها الكونيكال كونكشن دي، في نفس الوقت الزرعه الوحيده اللي اللثه بتقوم طالعه لفه فوقيها. يعني بيبقى عامل عارف زي ايه، زي الطاقيه كده من فوق. فالزرعه في حاجه اسمها سويتشنج بلاتفورم، الزرعه تقوم طالعه لفه فوقيها اللثه، فتديك ايحاء ان السنه دي مدياك الايحاء الطبيعي، مفيش اللاين. في بعض الزرعات تلاقي اللاين لونه بلاك كده، اللاين لونه اسود، ناتج عن ان الزرعه نفسها من فوق تخينه وشفه اللثه تحتيها ومدياك ايحاء بلاين لونه اسود. الكلام ده كله هو كفاءه وكواليتي نوع زرعه، وده بيحدد قوي 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 كفاءه الزرعه دي. هل انا النهارده واحد يجي يقول لك والله الزرعه دي ب 10 قروش والزرعه دي ب 5 قروش. حضرتك ما تقارنش الزرعه دي ب 10 قروش ولا الزرعه دي ب 5 قروش، قارن الزرعه دي نوعها ايه، قارن زرعتين من نفس النوع وبعد كده اتكلم على سعر الزرعه. عندي كام سؤال مهمين وسرع بس هنجاوب اجابات سريعه. كويس. زراعه سريعه في ربع ساعه بتخلص الزرعه، بس في ناس ما ينفعهاش الزراعه السريعه دي صح؟ في ناس ما ينفعهاش الزراعه السريعه، بس برضو في كل حاجه لازم بتخلص بسرعه. يعني ما هو مربوط، بص دكتور ايمن، المريض مش او اي شخص عادي، هو مش ما يفرقش معاه حضرتك حطيت ايه جوه، المهم هطلع من عندك بسنان ولا هطلع من عندك فاضي. لا، حضرتك هتطلع من عندي بسنان، حتى لو مش الزرعه نفسها حطيت لك عظم، احط لك حاجه مؤقته تمشي بيها، المهم انا يا دكتور هخش لك العياده، هطلع من عندك فاضي ولا بسنان؟ هتطلع بسنان. ده اللي يهم المريض وده اللي هو عايز يعرفه. ممكن انا بقى في علاجي
اخد مثلا اسبوع زياده ولا شهر زياده ولا شهرين زياده عشان احط عظم، دي بس في الاول وفي الاخر انت ماشي بسنان احسن من اللي انت دخلت بيه. كويس. احنا اتكلمنا على التقدم في الزراعه، التركيبات هتنفع على الزراعه صح؟ طبعا. وهو التركيبات بقى اللعب ان الهرمون بقى هنا ايه اللعبه هنا؟ عايز اعرف برضو اللعبه الحديثه بين التركيبات والزراعه. اللعبه الحديثه في اولا في نوع التركيبات اللي بقى بتتحط على الزراعه، دي حاجه اللي هو اليو تي ام ال، زي ما اتكلمنا على الاي ماكس لازم ندي اليو تي ام ال حقه. ايه بقى اليو تي ام ال؟ الترا ترانسلوسنت مالتي لايرز كوني. كويس، حلو قوي. يو تي ام اللي هو الترا ترانسلوسنت، يعني حاجه شفافه او عاليه النقاوه، عاليه الشفافيه، عاليه النقاوه وكذا الشفافية. وكذا لون في نفس السن، زركونيا ولا زركونيا شفافه بس هي اسمها يو تي ام ال، ده نوع جديد جدا على فكره، محبوب دلوقتي قوي. ده عامل صيحه رهيب، يعني صيحه العالم كله بدا يعني عايز اقول لك ينافس بقوه، بيزق الاي ماكس. لا ما تقدرش حاجه اي ماكس، انا بشجع الاي ماكس زي ما بشجع الريال. لا هو ده بقى الاهلي والزمالك. هو يعني واضح انه برشلونه وريال او اهلي وزمالك. الاي ماكس مع اليو تي ام ال. يو تي ام ال، اليو تي ام ال هايل بقى على الزراعات، بيعمل شغل هايل جدا على الزراعات. الزركونيا الشفافه قوي. والميدانتيكا عاملين حاجه لطيفه جدا برضو، ان زي ما بقول لك الكونيكال دي بتخلي التخانه بتاعه ماده البورسلين تخينه جدا ناحيه اللثه، فعمرك ما تلاقي الجراينس او الجزء الرمادي اللي بيبان من الزراعات التانية العاديه. تلاقي الزراعات العاديه تلاقي فيه حافه كده لونها جراي. ده ما يحصلش مع ميدانتيكا مستحيل. طيب هتبعت برقيه كده، برقيه صغيره لمرضك، حلو الكلام، اهو كاميرتك اهي، قول لهم بشكل مباشر، ما تقوليش انا، قول لهم واحد عنده سنه مفقوده ومش عايز يزرع ولا عايز يعمل حاجه وسايبها، سايب السنه. كويس. اقول له، هتقول له ايه؟ انت بتضر نفسك، انت المفروض ان حضرتك تتعامل مع السنه دي كانها زي الصباع من صوابعك. لو انت فقدت السنه دي، اولا الصداع اللي كان بيتكلم عليه دكتور ايمن، كل ما بيزيد مده الصداع كل ما بيبقى التخلص منه اصعب، لانه بيطلع لريسبتورز اعلى مستقبلا في المستقبل في المخ. تاني حاجه، انت ليه تعيش طول عمرك عامل كده؟ ما تعيش بضحكه وابتسامه جميله، حتى لو الحته اللي واقعه دي بعيده وورا ومش متشافه. ما هو مش متشافه، بس هتهبط الشيء الخد وهتخليني مش عارف اكل الناحيه دي، وهيبقى عندي ناحيه بتاكل وناحيه ما بتاكلش. طب وليه اعيش في ماساه طالما انا ممكن اعيش في ثانيه في شايني وايت؟ نورتنا. رايح المانيا مش كده؟ رايح ان شاء الله. يعني المستشاره الالمانيه انجيليا ميركل سلمني عليها، هي المفروض تتبسط منا كده، هي جت في مصر ونورتنا هنا، تتبسط منا لان احنا اتكلمنا عن شكل مهم جدا من الصناعه الالمانيه في حاجتين. جدا يعني الالمان المفروض يشكروني لان انا عملت لهم ايفاليوشن في حاجتين، اولا في الاسنان، ثانيا في المخ والاعصاب. الحقيقه يعني الالمان في الحاجتين، الالمان في اي حاجه ميكانيكال فظاع، اي حاجه اللي هي انت عارف التصنيعات بتاعتهم ومش عارف ايه ويركب الزوايا. هم الزراعات الماني والبلوكات الماني. سلمنا. نورتنا واسعدتنا وشرفتنا، ويعني اكيد الحوار سيكون ممتع في المره القادمه، لان احنا هنتكلم كمان. خلينا المره الجايه اطرح عليك موضوع اشهر المشكلات بتاعه المتطفلين في مجالكم، لان احنا بنشوف، انا هقول لك، انا بشوف ناس كتير قوي 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 دلوقتي عامله حاجات غريبه في السنه، صحيح بتيجي تتظبط وبتاع وانت بتوريني صور، اقول لك تقول لي ايه انا شفتها يعني. طب انت عندك لازم تعمل كتالوج لناس جايه، مش جايه بمشاكل في السنه، جايه بعد ما راحت عملت سنانها في حته وجت، صح؟ دي لازم تعملها كتالوج لوحده، يعني الناس اللي عندها مشاكل في السنه يعني ناس غلابه، لكن ده جاي بعد ما اوريدي عمل تجميل. ات از اوفر، ات از اوفر. لا بس برضه تصليحه سهل. ايوه تصليحه سهل ماشي. بس بقى انا الفكره يعني حضرتك ده بعد التعديل، حضرتك دفعت عشان تعمل كده. الله يخليك. طبعا ضيفي العزيز القمه العلميه المتميز الاستاذ دكتور شادي علي حسين، كان كالعاده ممتعا في حواره في احدى الحلقات الممتعه للغايه. خلي بالكم من سنانكم ارجوكم، وخليكم دايما مع دكتور. 53% من الرجاله اللي في العالم عندهم ضعف جنسي، وكل ما يزيد العمر تزيد الحاله، وخناق في البيت حاجه فظيعه. بعد ما الراجل يتعالج ولا كلمه. شعر رأس الإنسان بيبلغ عدده بين 100 ألف و150 ألف شعرة،
بشكل طبيعي بيفقد الطفل 90 شعرة يوميا، بينما البالغ بيفقد بمعدل من 100 إلى 190 شعرة. شعرة واحدة من الإنسان ممكن توضح حقائق كتير عن بيئته وصحته وطريقة تغذيته. الشعر عنوان صحة وشخصية الإنسان ومظهره، وعلشان كده على مر العصور دايماً بيشغل فكر الناس رجالة وستات علاج مشاكل الشعر أو التفنن في تجميله. الشعر زينة المرأة وذروة شباب الرجل. أهلا بكم. الشعر فعلا زينة المرأة وبرضو يعني دلالة شباب الرجل. الشعر من الحاجات المهمة جدا، لكن خليني أقول لكم إحنا بنبهدل شعرنا يا جماعة. إحنا كمصريين والعرب كمان الحقيقة مهملين جدا في الشعر. ليه؟ أولا ملاحظ جدا الكلام ده برضو في بلاد معينة، مثلا في روسيا تلاقيهم برضو بيصبغوا الشعر كتير قوي قوي، صبغات غريبة وألوان عجيبة وبتاع. هنا في مصر للأسف الصبغات كترت جدا جدا، فده بيضر الشعراية المهمة جدا اللي هي بتتكون من أجزاء حساسة للغاية. كمان غير صبغ الشعر، الاستخدامات مجففات الشعر وأدوات الحاجات اللي هي ايه بيقولوا عليها بتنعم الشعر، مش عارف البيبيليس، مش عارف الاستشوار، الحاجات ديت على فكرة موجودة برضو بكثافة عندنا كبيرة جدا. انا شايف وحاسس انها مش بره بالشكل ده. ليه؟ هتقولي طب انت يعني انا لما عشت بره شوية ما لقيتهمش قوي مهتمين بحتة ان انا لازم اروح اعمل استشوار وبتاع والكلام ده كله. صعب عندهم الحكاية دي، مش سهلة. في المناسبات يعملوها، لكن في غير كده عادي الشعر بيسيبوه طليق. غير كده الافلام السينمائيه يعني الثقافه برضو، انا ما روحتش امريكا ابدا بس بتفرج على السينما الامريكيه، ما لاقيش كتير حد واقف قدام اللي جايبين حد واقف بالاستشوار عمال يشتغل ويعمل فورمه بشعره. هم طبعا طبيعه شعرهم كمان كده ناعمه مسترسله. احنا عندنا الشعر المجعد كتير، بس الشعر المجعد دوت قدامه ناس مش قابله حكايه التجعيده دي، فبتستخدم الاستشوار عمال على بطال، ففي الاخر بتقلب الشعر من شعر مجعد الى ما فيش شعر خالص. ما هو الاستشوار بيبوظه. كمان احنا عندنا حاله تهور موجوده في المصريين بقى جباره بقى، اللي هو ايه؟ تروح انت الكوافير بتاعك او اللي هو الحلاق بتاعك يعني، عشان خلينا بقى يعني اللي هو الباربر شوب يعني، فتلاقي الولد يقول لك بقى بشكل كده فيه من يعني من الجنان، ما تيجي اعمل لك يا باشا كرياتين، وبعدين شويه يقول لك لا مش انا هعمل لك بروتين، وشويه يقول لك لا ده انا غيروا الاسامي، ده انا هعمل لك حاجه جديده جدا في الشعر، خلطه دي بتاعتي انا بتاعت مستر اكس. البنات بقى اكثر تهورا. البنت تقول انا هخليه لك ايه؟ شايفه فلانه هي دي عامله عندي جباره، هعملهولك بقى البروتينه بقى وبتاع والكلام ده كله. البنت تتهور ثم تدفع الثمن غاليا جدا لانها مش هتصلعها. تخيلوا بنت صلعه، انتوا بتقولي يعني بنت صلعه زي مثلا حسن فايق الله يرحمه؟ لا مش للدرجات دي، مش توصل بنت للدرجات دي، بس هتوصل لمرحله مخيفه. هتبقى يعني واحد يقول لي ده انا ما بشوفش بنت صلعه بيداروا، بس طبعا ساعه الجد يعني ساعه ما تكون مع جوزها وساعه ما تكون في بيتها شعرها بيبان على الحال. وهنا ينبغي ان نقف امام ان الشعر الضربه فيه ما فيهاش معلش. دايما اقول ان التعوير في الوش ما فيهوش معلش، لا هرجع اقول برضو ان الضرب في الشعر وتبويض الشعر ما فيهوش معلش. تعالوا بقى نفهم الشعر بالتفصيل ونعرف الكلام ده من ضيف عزيز علينا جدا، اسم متميز للغايه في عالم الجلديه. طبعا الشعر جزء من الجلديه، والكوزمتولوجي ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد السميلاوي استشاري الجلديه والتجميل بمستشفى الحوض المرصود وعضو الجمعيه الاوروبيه للجلديه والتجميل، الاسم المتميز صاحب المهاره الرائعه والعلم الغزير. نستمتع جدا بيه النهارده. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا دكتور. انا شايفك بتضحك ولا عمال لا خالص على فكره، بس هو انت يعني انا بس عايز اقول لك على حاجه، هي ممكن بنت توصل لمرحله الصلع تماما. بتاع حسن فايق بتاع الوبيشيا ارياتا دي؟ لا مش فكره الوبيشيا ارياتا، بس من الحته اللي انت قلتها بتاعه ان هم بيستخدموا اساليب كتير ممكن تؤدي لكده. تمام، ممكن لان ممكن توصل لمرحله حرق، ودي الفكره بقى. ممكن توصل لمرحله حرق
والحق ده هيضم بصيلة الشعر فالشعر مش هيطلع اصلا. بس وانا بحكي الحاجات الكوميديه دي كان من المضحكات مبكيات انت كنت بالظبط فعلا يعني. قول لي الاسباب بقى ايه اللي وقع الشعر. بص انا هقول لك على حاجه الناس ما تنساهاش ابدا والناس كلها اللي بتتفرج علينا عايزه تهتم بشعرها او عايزه تعرف المشكله عندها في شعرها تحفظ معايا. هنحفظ بقى زي ايام ما كنا في الكليه وبنحفظ الملازم هنحفظ بقى. حلو تمام. رقم 3 نحفظ كلنا رقم 3 الشعاية بتطلع في 3 شهور كويس. بتمر بثلاث مراحل تمام. هنقسم اسبابها على 3 محاور والعلاجات على 3 محاور كويس تمام. طيب الشعاية اللي بتطلع في 3 شهور ديت تمام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها المده دي بتمر بثلاث مراحل اللي هي مرحله النشاط والثبات والنمو تمام. طيب لما اجي اقسم بقى الاسباب خد معايا براحه كده يا سبب ان سقوط الشعر هنا هو ظاهره لمرض داخلي زي واحد لا قدر الله عنده الغده او بعض الاحوال مع الناس اللي هم عندهم السكر او ما شابه تمام او نقص فيتامينات دي كلها هو هنا سقوط الشعر مش مرض هو هنا زي ما نقول كده ساين عرض ظاهر قدامي بس هو بيدي انديكيتور ان انا في عندي مشكله تانية داخليه تمام ماشي. يا اما انا اللي باذي ده اللي انت قلته صح انا اللي اذيت انا اللي حطيت مواد مش كويسه انا اللي استخدمت بقى طبعا بمختلف المسميات ده في حاجات تانية اكتر من اللي انت قلتها بكتير البيبيليس والسيراميك والمكوى الكهرباء والمكوى اللي بتلف لا ده انا بسمع حاجات كتير على فكره تمام. ايه السيراميك ده؟ ما هي مكوة البيبيليس دي بيسموها المكوة السيراميك بس في بيبقى منها كبير وفي منها صغير ده ليها احجام انا على فكره يعني شفت حاجات منها غريبه وحراره عاليه جدا طيب يا اما الحاجه الثالثه والمهمه عندنا وهي الصلع الوراثي ولنا هنا وقفه لان الصلع الوراثي ودايما بقولها لاي حد بيقعد قدامي الصلع الوراثي بعتبره زيه زي السكر والضغط ده كرونيك مزمن عايز تحافظ عايز تعالج هتفضل طول عمرك يا اما بتاخد ادويه بتعمل جلسات ايا مكان الاسلوب لان انت لازم تحطه دايما اندر كنترول زي مريض السكر ايش حياته كويس جدا طول ما هو حاطط السكر اندر كنترول لانه في جين شغال بالظبط. حتى الناس عندهم اعتقاد خاطئ يقول لك خلاص انا هسيبه لحد ما يقع فازرع ما حبيبي انت لو زرعت على فكره برضه هتاخد ادويه يعني الارض دي انا بقت بور تمام هقوم جايب الاسمده وابتدي ازرعها من اول وجديد وهيرجع الجين برضه ياثر عليه الهرمون هياثر عليه ده الشكل بتاع الصلع الوراثي ده الشكل بتاع الصلع الوراثي وموجود على فكره الصلع الوراثي موجود في الرجاله والستات يعني الشكل ده موجود في الرجاله والستات يمكن في الستات بيبقى ده برضه الصلع الوراثي في الستات ماشي. اشهر جمله تسمعها في الصلع الوراثي هي ظهور الفراغات يقول لك انا ابتديت اشوف اللون الابيض ما بيحسش بسقوط الشعايزه نفسها قد ما بيحس بان الفراغات بتزيد هو الفراغات بتزيد ليه؟ انا عندي فيه هرمون اسمه التستوستيرون ده هرمون موجود عند الراجل وعند الست تمام هرمون الذكور بالظبط هرمون الذكوره دوت بيتحول لحاجه اسمها دي اتش تي داي هيدروتستوستيرون تمام بيتحول عن طريق انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز الانزيم دوت لما بيحول ويطلع الدي اتش تي بتروح تمسك في بصيله الشعر تقلل الغذاء هي بتقلل عليها الغذاء على مراحل فانت بتبتدي واحده واحده كانك طفل صغير بتمنع عنه التغذيه طب همنع عنه التغذيه يبتدي يبقى هزيل يضعف يكش. انا حجمي قل وحجم اللي جنبي قل فالمسافه اللي ما بيننا بانت انا لسه ما وقعتش تمام يبتدي بيطوق بيصارع عندي العمليه بتاعه سقوط الشعر فيبتدي الشعر يقع من فوق راس فهو ده بالمختصر يبقى احنا كده نقسم نرجع تاني للتقسيمه الثلاثه يا انت اللي بتاذي بنفسك يا انت السقوط اللي عندك دوت نتيجه حاجه تانية فعشان كده احنا بنطلب منهم انفستيجيشن وبنشوف بقى من اول صوره الدم وانت طالع تمام غده درقيه نشوف اذا كانت تحليلها فيه مشكله مهم جدا. في انيميا هيبقى طبعا الفيتامينز كتير بقى الزنك ودلوقتي المنتشر وحتى موجود الفيتامين دي طبعا ده الموضوع دوت يعني مهم جدا لان بيكتشف حالات كتير قوي على فكره احنا بقينا بنكتشفه بكثره بشكل غير طبيعي غير طبيعي فعلا الفيتامين دي موجود عند نسبه عاليه جدا من المصريين للاسف الشديد نقص الفيتامين دي موجود بنسبه كبيره جدا ونقص الزنك موجود بنسبه كبيره جدا كل الحاجات دي بتاثر على الشعر يا اما بقى وهو عمنا المزمن الصلع الوراثي اللي الناس بتخاف منه لكن انا بقول لك دايما بقول له ايه لازم هتصاحبه تصاحبه يعني دايما تبقى فاكره هتبقى فاكره هتفتكر علاجك ده المهم.
هروح برضو لحته مهمه اسمها جفاف الشعر. شعر جاف ايه بقى؟ ايه الشعر المشكلة جاف؟ انك انت قلتها في مقدمتك. قلتها تمام. انت قلت ان في عندنا اللي هو الشعر الكيرلي او الشعر المجعد. تمام. هي التجعيده ديت للناس اللي مش فاهمه، نحب نوضح لهم النقطه دي كويس قوي. التجعيده دي عباره عن انجل، زاويه. تمام. لما بتيجي بقى بالبيبي ليس او بالفرد بتفرد، انت بتفرد الزاويه دي. لما فردتها اضعف جزء هو الجزء اللي انت فردته، فبالتالي بقى ضعيف جدا يتقطم معاك. ده جزء. نتيجه ان انا ابتدي اعمل بيبي ليس او ابتدي اعمل ازود الحراره على الشعر ذات نفسها، الغلاف ذات نفسه بيبتدي يتقصر. بيبتدي يحصل منه تاكل، في غلاف بروتيني طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يحمي الشعر، بيديها السمك بتاعها، بيبتدي يتاكل. لما ده بيتاكل الاقي فيه اجزاء منه تبتدي تقع، ابتدي الاقي فيه هوكات كده تنتش. الهوكات ديت تبتدي تلاقي الاجزاء دي بقت ضعيفه في الشعرايه، بقت كمان هوك. الهوك هو خطاف، خطافات كانه يقول لك الشعر قصف. التقصف ده هيبقى في اخر الشعرايه. لكن على طول الشعرايه، طول ما انت ماشي تلاقي هوك تزقك ترجع. فبالتالي بقت الشعرايه هيفقدها. ده بقى المناظر بقى عندنا، ده النورمال اللي هي الشعرايه الطبيعيه، شايفين متغطيه ومتغلفه وجميله ومقفله على نفسها الغلاف البروتيني بتاعها. لما تيجي تجف شويه تبتدي ايه الهوكات تبتدي تظهر لك ايه، او الخطافات تبتدي تظهر في الصوره الثانيه. لما يبتدي بقى اجزاء منها تتاكل يحصل دامج، تدمير. احنا بنمر بكل المراحل دي على فكره، وكلنا بنعمل نفس المشكله. سواء بتستخدم منتج مش سليم، الشامبوهات اللي مش سليمه اللي بيبقى محطوط عليها مواد الصلفه بكميات عاليه بتدمر الشعر. يا جماعه على فكره احنا بنستسهل قوي. يعني بتشوف في بعض الاماكن بتبيع الشامبو 500 مللي ويقول لك ب 10 جنيه، طب ده شامبو ازاي ده؟ ما هو البوتاس هو اللي موجود جواه، مش موجود حاجه ثانيه. اللي والله ده بجد بنشوفهم فعلا، بيقول لك لا. والجل اتفرج بقى على كميات الجل قد كده. الجل ده خطر جدا، الجل ده رهيب، لان الجل بقى فيه مشكله ثانيه. الجل بيعمل عمليه امتصاص للميه بتاعه الشعر. تمام. لما يمص الميه بتاعه الشعر، ما هي دي الشعر ديت زي الكائن الحي، محتاجه ميه عشان محتاجه هواء، انت قفلت عليها الكلام ده وبيجففها بشكل كبير، جففت الشعرايه فبالتالي هتقطم معاك، مش هتقدر تتحمل اللي انت بتعمله. هو يبتدي يستعملها في الاول تعدي معاه، بعد كده يوم التاني شهر التاني يجي يقول لك لا ده انا بستعمله طول عمري وما بيحصلش حاجه. حبيبي انت طول عمرك بتعمل مشكله غلط، طول عمرك بتعمل الغلط. انت مستغرب لان انت ظهر لك دلوقتي. هي العمليه بتبقى كوميونيتي تراكميه، هنراكم طبقات على بعضها، هنراكم مشاكل على بعضها. طيب هنروح للعلاج بقى. العلاج العلاج برضه هنقسم على ثلاث محاور. انا بحدد الحاله طبعا، لو في لو هي اصلا بسبب مرض تاني زي مثلا السكر او الغده، لازم. وعلى فكره الحته دي مهمه قوي، يعني دكاتره كتير بتيجي في الحته دي وتبتدي تتعامل هي بنفسها مع الحاله. نفترض مثلا حاله غده، يبتدي يديله علاج هو. لا يا بابا مفيش حاجه اسمها كده، حول لدكتور البطنه. طبعا لو في هتخرب معاك. لا 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 دي حقيقه. لو في عندي مشكله في الهرمونات مثلا، تمام، واحده عندها تكيسات على الموبايل ما بيحصل معاها، تمام، حول لدكتور النساء. رقم اتنين ابتدي اشوف بقى عندي، لو هو نتيجه صلع وراثي ابتدي افهمه. لازم اهم حاجه في الصلع الوراثي، يمكن حالات اكتر على فكره، دي اكتر حالات بتاخد مني وقت وانا قاعد على المكتب مع الحاله، هي حاله الصلع الوراثي. لا بقعد اشرح له وافهمه ان انت لازم هتتعايش معاه وانك انت ما تزهقش، لان المشكله عند المريض بيزهق. لو بنتكلم على البطنه، لو انا عندي مثلا بيبتيك ألسر فانا خدت دواء دلوقتي هرتاح خلاص هبقى انا مبسوط، لكن انا شايف نفسي في الماء فانا هكتئب نفسيا وشعري راح زياده. فلازم تفهمه الحته ديت كويس قوي. نبتدي نستعمله في بعض الاوقات، بنحتاج ان احنا نستعمل علاج موضعي، بعض الاوقات بنحتاج بقى العلاجات الجديده. العلاجات الجديده ديت مختلفه بشكل كبير قوي، وبقى دلوقتي فيها تطور كبير قوي. في عندنا حاجات كتير بما فيها طبعا عندنا في حاجه اسمها الليزر. ليزر لانبات الشعر، وده غير ازاله الشعر. تمام. الليزر دوت بيبقى عباره عن زي كاب كده، بيبقى فيه لمبات، انا بشرح بمنتهى البساطه اهوت للناس، لمبات. اللمبه ديت ليد بتطلع اضاءه بموج طولي معين، ايوه ده اهو ظاهر قدامنا،
اللمبات ديت كلها بتنور بتطلع الاضاءه بطول موج معين، تمام؟ طول الموج ده ضعيف قوي بالشكل اللي يساعد على انبات الشعر، تمام؟ بيبقى فيه ده بيبقى محتاج منه عدد جلسات، بيبقى تقريبا جلستين كل اسبوع على مدار شهرين، بس بيدينا نتيجه كويسه جدا، تمام؟ ده للناس بعض الحالات بتلجا له بيبقى النتائج بتاعته كويسه قوي. يبقى الشعر موضوع طويل، يعني حياه. ما هو حياه فعلا. يعني الشعر علم لوحده، وطبعا ممكن جدا الانسان يحتاج في وقت من الاوقات لزراعه الشعر، يبقى ده الحل الوحيد. يعني ما فيش خلاص، يعني ما فيش بصيلات شعريه، فنحتاج الى زراعه شعر. دي قصه ثانيه خالص، دي جراحه. لكن خلي بالكم من شعركم، ما تهملوش فيه قوي، بلاش بيبي ليس، بلاش السيراميك اللي حضرتك قلتها. معايا اسمها ماكو السيراميك. والله العظيم، والله اسمها سيراميك. سيراميك يا راجل يا طيب. يا لا ده خلي بالك، في حته كمان بالنسبه للي هم بيعملوا الفات، الفورمالين كارسينوجينيك. فورمالين، الفورمالين ده كنا احنا بنعرفه في سنه ثانيه طب. لا لما مش كامل تانية بنتحط فيه، يعني في المشرحه مليانه فورمالين، مش عايزين نقول لكم عشان ما تخافوش وتنزعكم، وندخل نشم الفورمالين ده، حاجه فظيعه جدا. ده ماده كارسينوجينيك، ولازم نحط ايدينا في جوانتيات قبل ما نمد ايدنا وبتاع، وكانت حاجه. ولو شمته، وفي ناس انضرت جدا من الفورمالين ده، جالهم مشاكل في الكبد. يعني كان اساتذه الاناتومي التشريح معرضين بسبب الفورمالين. فانت هتحط فورمالين على راسك، ده ما هيمتص وهتعرض نفسك لمشكله. المشكله ان هو بيتعرض لمشكلتين بقى هنا، ان هو بيتعرض للفورمالين ان هو بيمتص، المشكله الثانيه ان هو الفورمالين لما بيتحرق بيشمه، بياخده من ناحيتين، حتى اللي شغال ذات نفسه وعينه. على فكره اللي انا بتكلم فيه ده على فكره حالات وتسجلت فعلا. طبعا. وهم ذات نفسهم لما بتسال الكوافيرات تسالهم تقول لك اه والله ده انا صدري تعبني، ده انا رحت للدكتور ومش عارفين ايه السبب، ده انا عيني على طول فيها التهاب. الف سلامه ليك. نورتنا يا دكتور، نورك. اسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا. دكتور محمد السملاوي، استشاري الجلديه والتجميل بمستشفى الحوض المرصود، عضو الجمعيه الاوروبيه للجلديه والتجميل. حياة مستشفى الحوض المرصود من الصروح الكبيره جدا في مصر، لازم نقدم لهم تحيه كبيره على تاريخ طويل جدا من العمل الدؤوب للتعامل مع حالات الجلديه. صرح كبير يعني، مرجعيه كمان في الجلديه جبار. نورتنا بنورك، خليكم دايما مع دكتور. اهلا بكم. الحقن المجهري، هذه التقنيه الرائعه، اعطت للعالم اشياء قد تبدو اعجازيه، قد تبدو كوميديه، قد تبدو مثيره للاستغراب جدا. احكي لكم قصه لطيفه قوي، قصه ست اسمها ساره سوان. ساره سوان دي عايشه في مدينه انجليزيه اسمها ليستر سيتي، وهذه القصه مهمه جدا لانها بتوريني كيف اعطى الحقل المجهري هذه النعمه الرائعه، هذا الشكل من الاشكال اللي كان لا يصدق. ساره سوان عندها ثلاث توائم، ثلاث اولاد كلهم توائم، بس في فرق سني بين اثنين منهم والطفل الاول 3 سنوات. طبعا لما نقول الكلام ده دلوقتي ناس هتقولي يا دكتور انت بتقول ايه؟ ايه القصه دي؟ حاجه غريبه جدا، انت مركز وانت بتقول الكلام دوت؟ ايوه. ليه بقى؟ اللي حصل انه هي عندها 40 سنه وفكرت انها تحمل ويبقى عندها اولاد في هذا العمر. دول الثلاث توائم، دول توائم، الثلاثه دول مع بعض. لو رجعنا لصورتها صورتهم مع بعض قبل كده، دول توائم. ازاي دول توائم؟ ما في 2 صغيرين وواحد كبير اهو. الكبير ده عنده 3 سنين او 4 سنين ودول عندهم سنه. اللي حصل انها عملت بويضات مخصبة وعملت أجنة، يعني عملت 3 أجنة، واستخدمت واحد من 3 سنوات جنين وزرعته داخل الرحم وحصلت على ابنها الأول اللي احنا شايفينه، الولد الأمور اللي لابس نظارة. بعد 3 سنوات طب والاثنين جنين التانيين جمدتهم، وهنا تبرز
أهمية التجميد. هنا تبرز أهمية تقنية رائعة اسمها تجميد الأجن. جمدتهم وبعد 3 سنوات استخدمتهم تاني وزرعتهم عشان تدينا توأم غير متماثل. على فكرة الطفلين دول توأم غير متماثل، والتلاتة عبارة عن تلاتة ظهروا، أو يعني كما نقول يعني سبحان الخلاق العظيم، وجدوا معا في سن واحد، لكن تم زراعتهم في أوقات مختلفة. حاجة عندما كنا نتحدث عنها من 15 سنة كانت تعتبر نوع من أنواع الخيال العلمي. لما حد كان يحكي القصة دي ويحطها في فيلم، كان هذا الفيلم يصنف فيلم سينمائي، يصنف على أنه خيال علمي. إزاي هنحق يبقى أخوات توأم لهم نفس العمر الجيني، واحد منهم عنده 10 سنين والتاني عنده سنة أو سنتين، واحد عنده 15 سنة والتاني عنده 3 سنين أو 4 سنين. الله، فرق السنين دي قدر التجميد إن هو يدينا هذه القصة. يا ترى التجميد هيدينا إيه كمان؟ هنفهم النهاردة. حوار مثير للغاية مع واحدة من قصصنا الهامة جدا في تكنولوجية عالم الإخصاب المساعد، أو معوقات الإخصاب المساعد، أو معوقات الحمل عموما. قصة ورا قصة، لكن الحوار يكون في قمته مع ضيفي العزيز، قمة يعني الأداء العلمي يعني والاسم المتميز في هذا المجال، مجال الإخصاب المساعد والتعامل مع أمراض النساء، وطبعا تأخر الإنجاب، أو كما كنا نقول قديما العقمة، الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحياة الدموية تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجهري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحمام المنوي. تشوهات الرحم منها الست مولودة بيها، ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة. هل أمراض النتيجة لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجهري؟ جميع الأورام النفسية يمكن استصحابها. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، الرعاية الأمريكية للخصوبة والعقم. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبير أستاذ الدكتور عادل أبو حسن، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا كل عين. إيه رأيك في القصة اللي احنا حكيناها؟ يعني القصة مثيرة جدا ورائعة جدا، وعلى فكرة عالم التجميد دلوقتي بينتشر بصورة قوية جدا، يعني تجميد الأجنة وكذلك تجميد البويضات، بس طبعا تجميد الأجنة هو بياخد النصيب الأكبر دلوقتي وبينتشر بصورة رائعة، يعني لما له من فوائد كتير جدا ونسب النجاح فيه عالية جدا، وقصص النجاح فيه كمان مذهلة، سواء كان توائم أو بيبي واحد نتائجه هايلة. فالحقيقة التجميد عامل ثورة جامدة جدا جدا في هذا الزمن. النهاردة عندنا الحلقة مثيرة جدا على أحدث تقنيات الحقن المجهري، الحلقة كلها على الحقن المجهري، لكن يخطر لي سؤال هام للغاية، سؤال بديهي: على أنهي أساس تختار الأم أو المريضة التي تريد أن تكون أما لكي يجرى لها حقن مجهري؟ طبعا عشان نعمل حقن مجهري لازم تتوافر عوامل مهمة جدا عشان ناخد القرار، يبقى قرار واضح وصريح وما فيهوش استعجال. لازم الأول يبقى في كريتيريا خاصة بالزوج أو بالزوجة. الحقن المجهري زي ما هو أسعد ناس كتير جدا، وفي نسبة كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي كله حصل لها حمل وإنجاب عن طريق الحقن المجهري، لما له من إمباكت عظيم على الزوجين اللي بيعانوا متأخر الإنجاب. فبالنسبة للزوج الأول لو في ضعف في الحيوانات المنوية شديد، أو ضعف بالذات في الحركة أو تشوهات عالية، ده على طول بينتقل إلى إنه يعمل حقن مجهري. والحقن المجهري هنا أساسا اخترع، أو الناس فكروا فيه، أول سبب ليه هو الزوج، معمول عشان الزوج بالدرجة الأولى يعني، وضعف الحيوانات المنوية خاصة العدد والتشوهات والحركة. ده بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة لو سيدة عندها مشاكل في قنوات فالوب، سواء كان انسداد، سواء كان التهابات، سواء كان التصاقات، سواء مش موجودة، في مشاكل كتير جدا بتصيب قنوات فالوب تتعذر مع حدوث الحمل بصورة طبيعية، هنا بيتلجأ إلى الحقن المجهري. أو لو فيه
فشل متكرر قبل كده في حقن مجهري فلازم هتعمل حقن مجهري تاني بطبيعة الحال، او لو واحدة عندها يعني زي يعني انسداد في تجويف الرحم او ضيق في تجويف الرحم او مشاكل جوه تجويف الرحم تعوق الحمل العادي، فبتعمل عمليات معينة وبعدها تلجأ للحقن المجهري. واحدة سنها كبر وما عندهاش فرصة كتير قوي انها تقعد تحاول مرة واثنين وثلاثة وشهور وكده، فبتلجأ للحقن المجهري. واحدة عندها ضعف مخزون التبويض والوقت بالنسبة لها يعني حرج جدا، فهنا طبعا برضو الطبيب يجب ان هو ما يطولش معاها ولا الحماية طبيعي، او ناخد فرصة شهر واثنين وسنة واثنين عشان تحمل طبيعي، وهي سنها مثلا 40 او 41 او 39 او 38 سنه، فدول برضو ممكن يخضعوا الى عمليات الحقن المجهري علشان التايم فاكتور ما يروحش منهم. ايه الفحوصات اللي بتتم للست كلاسيكيه، الفحوصات الكلاسيكيه والغير كلاسيكيه ليتر اون هنتكلم عليها قبل اجراء الحقن المجهري؟ الفحوصات الكلاسيكيه اللي لا يمكن الطبيب يستغنى عنها او قبل الفحوصات، انه لازم الهيستوري التاريخ المرضي بتاع المريض، المريضه وزوجها، التاريخ المرضي سنها قد ايه، متجوزه بقى لها قد ايه عشان يقدر يعرف هي متاخره قد ايه، هل سبق لها مثلا قرت عمليات قبل كده في الحوض او في البطن، هل عندها مثلا ضغط او سكر او غده درقيه او هايبربرولاكتينيميا ارتفاع هرمون الحليب، حاجات معينه اسمها التاريخ المرضي ليها وللعيله عندها، في اي عيوب خلقيه في العيله، في امراض وراثيه في العيله، عشان ده هيجي بعد كده هيبقى له دور في الحقن المجهري. ده بالنسبه للتاريخ المرضي والهيستوري والسن. بعد كده هيجي موضوع الفحوصات، الخريطه الهرمونيه الكامله للست لازم تعمل ثاني يوم الدوره او الثالث او الرابع او خامس يوم الدوره، الاي ام اتش مخزون التبويض والاف اس اتش والبرولاكتين اي 2 والغده الدرقيه، ده مهم خالص ما حدش ينساه. بالنسبه للزوج تحليل سائل منوي كامل بالكمبيوتر، ودي ان ايه اللي هو معامل تكسر الماده الوراثيه في الحقن المنوي في الحالات اللي سبق لها فشل متكرر قبل كده. دول حاجات اساسيه لازم تعمل، دي حاجات الكلاسيكيه. في بقى حاجات غير كلاسيكيه اللي هي السونار رباعي الابعاد والمنظار الرحمي بالنسبه للسيدات، وده بيظهر لنا عيوب في الرحم او في المبايض، في عيوب ظاهريه وعيوب غير ظاهره او كامنه. العيوب الظاهره اللي هي زي اللحميه، زي الورم الليفي، زي التصاقات داخل تجويف الرحم، طنط الرحم المهاجره او ورم الليفيه، دي اسمها كلها عيوب ظاهريه وكلها اتكلمنا عليها قبل كده، وكلها حلها بقى سهل جدا سواء كان بالمنظار الرحمي او بالمنظار الجراحي البطني. العيوب الغير ظاهره بقى زي الالتهابات المزمنه في طنط الرحم، زي الرحم ذو القرن الواحد، زي تجويف الرحم الضيق جدا، زي حاجز اللي هو شبه حاجز رحمي، كل دي حاجات ما بتظهرش لمعظم الناس مش بتشخصها، لازم عايزه اجهزه حديثه لتشخيصها، وعايزه تعامل معاها بالمنظار بحذر شديد، ولازم يتم التعامل معاها قبل الحقن المجهري عشان نحصل على احسن نتائج. اذا جاءتك مريضه وده كثيرا ما يحدث، عندها رغبه في انها تعمل حقن مجهري ولكن عندها ورم ليفي ايضا، كيف نتعامل مع هذه القضيه؟ احنا قبل كده عملنا حلقات عن الاورام الليفيه، وانا اعتقد بقت الثقافه معروفه دلوقتي، لو الست اول مره هتعمل حقن مجهري وعندها ورم ليفي خارجي في جدار الرحم اقل من 5 سنتي فاحنا ما بنجيش جنبه، لكن لو هو داخل الجدار ومؤثر على تجويف الرحم ده لازم يتم التعامل معاه بالمنظار، ده خلاص ده اي بي سي. بالنسبه للورم الليفي اللي داخل تجويف الرحم، هنا طبعا في الصور بتوضح جدا الحكايه دي، احتمالات الاورام احتمالات الاورام الليفيه لو جوه تجويف الرحم له درجات بقى، في درجه زيرو وفي واحد واثنين وثلاثه على حسب هو بيشغل قد ايه من تجويف الرحم، فلو هو جوه تجويف الرحم يعني درجه زيرو كامل بيتم التعامل بمنظار رحمي، لكن لو درجه اولى او ثانيه او ثالثه زي ما احنا شايفين في الشاشه دلوقتي بنعمله بالمنظار البطني، لو هو لحد 5 سنتي او 7 سنتي، اكتر من 7 سنتي يبقى لازم يتم التعامل معاها عن طريق عمليه فتح البطن. ده لو هي بقى سبق ليها حمل فشل حقن مجهري قبل كده يجب التعامل مع الورم الليفي يعني بجديه، يعني لازم يتزال الورم الليفي سواء كان بالمنظار او بغير المنظار. لو في فشل متكرر حقن مجهري قبل كده، ودي حاجه خلاص ايفيدنس بيزد يعني جايد لاينز. يعني خلاص علم مثبت خلاص. مثبت. هذهب الى منطقه مهمه جدا، من اكثر الحاجات دلوقتي اللي حواليها نوع من الاستفسارات خاصه بالمرضى، المرضى بيذهبوا كثيرا جدا ليسالوا عن هذا الامر، هو تنشيط المبيض. تنشيط المبيض فن، تنشيط المبيض
كتير من الناس بتسأل عليه بيخافوا منه أحيانا، ساعات يتعامل بطريقة غير صحيح فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ومن هنا ينبع الخوف المبرر. كيف يكون تنشيط؟ هو حضرتك تنشيط المبيض حاجة لازم يتم تحت إشراف طبي دقيق وتحت خبرة عالية، مش أي حد ينشط مبيض. لأن تنشيط المبيض ده هتنشط مبيض في حمل طبيعي، يعني واحدة عايزة تحمل طبيعي ناتشرال سايكل، ولا هتنشط مبيض في حقن مجهري، ولا هتنشط مبيض في تلقيح صناعي، تختلف. ده له طريقة وعلاج وطريقة علاج، وده له طريقة علاج وده له طريقة علاج. لو احنا هنتكلم عن الحقن المجهري، يبقى تنشيط المبيض لازم يكون بيعتمد على سن المريضة الأول، بيعتمد على الأوفيريان ريزيرف بتاعها، الاحتياطي الاستراتيجي من البويضات بنعرفه بتحليل AMH وتحليل مخزون التبويض والFSH، وبيعتمد على انت هتستخدم انهي بروتوكول في التنشيط. فالتنشيط في كذا بروتوكول، في بروتوكول الطويل والبروتوكول القصير، وفي بروتوكولات تانية اللي هي الميني IVF او الميني بروتوكولز الاشهر على البروتوكولات المختصره. الاشهر هو البروتوكول الطويل والبروتوكول القصير. ايه هو البروتوكول الطويل؟ هو ده اللي هو الاوسع انتشارا، اللي احنا بنبدا من اليوم 21 من الدوره بادويه بسميها سابريشن فيس، يعني ادويه مثبطه للمبيض، وبعد كده لما تنزل البيريود او الدوره ثاني يوم بنبدا بادويه التنشيط، تعتمد على سن المريضه قد ايه والمخزون الطبيب بتاعها تحليل ام اتش قد ايه، بتحدد على اساسه جرعه الادويه. وهذه الادويه مش اي انواع من الادويه، كل ما لجأنا الى الادويه ذات التقنيه العاليه وريكومبيننت اف اس اتش او ريكومبيننت اتش ام جي، دي بتدي نتائج احسن في عدد البويضات، في نوعيه البويضات، وفي انقسام البويضات، وبالتالي بنحصل على تخصيب عالي جدا جدا جدا. ده بالنسبه للبروتوكول الطويل. بالنسبه للبروتوكول القصير ده بيسموه بيشنت فريند للاي في اف، يعني هو ده الاقرب الى الطبيعه، وبيستخدم في حاليا بكثره شديده جدا، اللي بيبدا من ثاني يوم الدوره على طول بادويه معينه، وبنيجي عند اليوم السادس بندي حقن السيتروتايد اللي هي بتنظم معدل نمو البويضات، دي مهمه جدا جدا، وبياخد له تقريبا 10 ايام او 12 يوم تنشيط، بعد كده بنلجا الى سحب البويضات. ده اسم بروتوكول قصير. ما عادش في فرق الوقت ما بين البروتوكول الطويل والبروتوكول القصير، لانه كان زمان يقول لك ان البروتوكول الطويل اعلى في نسب الحمل من البروتوكول القصير ب 10%، دلوقتي الحكايه اختلفت، الاثنين بقوا متساويين، والبريجنانسي ريت بقى واحد تقريبا، والتيك هوم بيبي او الست اللي عندها طفل بقى نسبته واحد في الاثنين. ده خاص جايد لاينز وايفيدنس بيزد، ما فيش فرق. بس طبعا البروتوكول القصير ده عايز حرفيه عاليه جدا في التعامل، وله الحالات اللي يستخدم فيها، يعني في حالات تكيس المبايض، الناس اللي عندهم عرضه اللي يجي لهم تنشيط زياده او فرط تنشيط لازم يبداوا ببروتوكول قصير اللي هو انتاجونست بروتوكول، عشان ده له طريقه له حرفيه عاليه جدا عشان الست ما تخشش في فرط تنشيط وتخش في مشاكل احنا في غنى عنها، يعني ممكن توصل تخش في عنايه مركزه يعني. فلو حد فاهم كويس قوي وحد بيعرف يشتغل بروتوكول كويس وعارف امتى يقف وامتى يزود الجرعه امتى يقلل الجرعه هيمشي معاك كويس قوي. ويجمد البويضات، يعني لو عنده مشكله معاه هيجمد كل الاجنه ويرجع في دوره طبيعيه تاني. وطبعا البروتوكول القصير هو الاقرب شبه لما نراه اللي هو قريب من التبويض العادي. التبويض العادي اسمه بيشنت فريندلي، الناس كلها عارفاه يعني. نذهب الى الزو. تمام. حيوانات منويه غير جيده. تحليل سائل منوي يتعمل قبل كل ده ولا بالتوازي مع كل ده؟ قبل كل ده. ده رأيي يعني، ده انا اي بي سي، انا حتى في شغلي انا اول حاجه بعملها بحلل الزوج الاول، وبحلل مش 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 سيمن اناليسيس بس، لازم كذا بالكمبيوتر، وحلل معاه سكر وسي بي سي، وادور على كل الحاجات، ادور على غده درقيه برضه، وادور على السكر، وادور على حاجات كتير، واطمن على الكبد بتاعه، واطمن على حاجات كتير جدا بالنسبه للزوج، لان هو ممكن ساعات كتير جدا بيفاجئ ان عنده حاجه عمره ما كان يسمع عنها، او عمره ما كان يعني يتخيل انه عنده ضعف. ساعات بيفاجئ انه ما عندوش حقن منوي، ساعات يقول لك ده انا جالي غده زمان وانا صغير، باروت الجلاند باروتايتس دي، بس ما حدش فاهمني انها ممكن تاثر على حقن منوي. يجي يتجوز ومفيش خلفه بعد سنه بعد اثنين، يجي يعمل تحليل سائل منوي ما يلاقيش حقن منوي. اللي احنا شايفينه ده ايه؟ ده فحص وراثي، يعني فحص وراثي للاجنه. طبعا يعني ده فحص وراثي للاجنه، ده الوقت يعني بيتعمل كتير جدا. بيتعمل كتير جدا، بالذات كمان لو الزوجين قرايب
لو في هيستوري في العيله بيقول ان عندهم مشاكل وراثيه قبل كده، حد عنده دوشان سندروم مثلا قبل كده، حد عنده داون سندروم، حد عندهم اي مشاكل في البيبيهات قبل كده، عيوب خلقيه، بيتعمل للحالات الفشل المتكرر للحقن المجهري. الناس اللي هي كل 5-6 مرات عملوا حقن مجهري وما حملوش، بنعمل لهم فحص وراثي للاجنه عشان نستبعد الاجنه اللي فيها مشاكل وراثيه ونرجع لهم الاجنه السليمه فقط وراثيا. بيعلي جدا نسب النجاح. ده الفحص الوراثي للاجنه. كمان الناس اللي عندهم عايزين يختاروا جنس الجنين، بنعمل لهم فحص وراثي عشان نختار الاكس واي ونستبعد الاكس اكس. نختار الميلز وننقلهم جوه تجويف الرحم. فده حاجه مهمه جدا وبرضه بتعمل كتير جدا اللي من دول. إذا احنا دلوقتي خدنا بويضه ظبطناها، خدنا حيوان منوي فحصناه كويس خلاص وعملنا جنين كويس، ايه الوقت المناسب لارجاع الاجنه؟ ارجاع الاجنه حضرتك ده اهم خطوه في الحقن المجهري. ده اخر خطوه وهي الاهم في الحقن المجهري حقيقه والله. يعني انا رايي اهم من كل حاجه. في ارجاع عجينه في اليوم الثاني، في ارجاع عجينه في اليوم الثالث، في ارجاع عجينه في اليوم الخامس. الاحسن هو اليوم الخامس اللي هو البلاستوسيست اللي هو الجنين اللي هيعيش لحد اليوم الخامس ده ان شاء الله الجنين اللي هيكمل ويبقى فيه حمل منه كويس. ده مش معناه ان اللي هيرجع في اليوم الثالث مش هيحصل منه حمل، لكن احنا بنتكلم على ايه الاحسن. الفيديو ده بيوضح ازاي بنرجع، ده فيديو رائع يعني، ازاي بنعمل عمليه ارجاع الاجنه وفين بالظبط بنحط الاجنه والسرعه اللي بنحقن بيها الاجنه دي عشان ما يحصلش حمل خارج الرحم. وكمان تقدر تعرف بالظبط عن طريق السونار وباع الابعاد انت هتحط الاجنه في انهي مكان في تجويف الرحم. كل ما كنت في المنتصف كل مكان احسن، 2 سم من سقف الرحم. فاحسن هو اليوم الخامس. الاحسن بالقسطره تكون قسطره ايكوجينيك اللي هي القسطره الذكيه. الاحسن انها تكون طريه القسطره. الاحسن انه الست بعد ما تعمل ارجاع الاجنه تقول لها انت رجعت كام جنين وتطمنها وتدعي لها وتقف جنبها 10 دقائق وربع ساعه عشان تحس بالاطمئنان، ما تستعجلش عليها لان دي اهم خطوه في الحقن المجهري. فيجب ان احنا نعملها وتكون مهم جدا يكون بطانه الرحم كويسه، يكون سمكها كويس، ما يكونش تفاجئ ان البروجستيرون عالي. مش العيانه مش هتزعل منك ابدا ان انت تقول لا مش هرجع، هرجعك بعد الشهر الجاي او الشهر اللي بعديه عشان لما لاحظ حاجه مش مظبوطه هتحس ان انت عندك امانه علميه. فمهم قوي ان البروجستيرون ما يعلاش، تجويف الرحم يبقى نظيف ما فيهوش لحميه ولا ورم ليفي، شكل بطانه الرحم تريبل ليا 3 طبقات واضحين وسمكهم كويس من 10-12 ملي. كل ده لازم تحط في اعتبارك وانت بترجع الاجنه، وفي الاخر بتقول بقى ربنا ان شاء الله يكرم ويحصل حمل وتكون سبب في اسعاد الناس اللي انت بتعملهم حقن مجهري. عظيم. عندي سؤالين سرعه. تمام. البي ار بي ايه دوره دلوقتي في التعامل معه؟ البي ار بي بينتشر اللي من دول بقوه، عليه ابحاث كتير جدا. حضرتك خش على النت واكتب بي ار بي زي ما بيستخدموه في علاج مشاكل الركبه والشعر والكلام ده، بداوا يستخدموه في امراض النسب في تاخر الحمل. الناس البور سبوندرز، الناس اللي سنهم كبير ما عندهمش بويضات كتير، مخزون التبويض عندهم ضعيف جدا، والبريماتيور اوفيريان فيلير، الناس اللي عندهم فشل مبكر في التبويض. عملوا عليها دراسات دلوقتي لقوا ان هم لما بيحقنوا بي ار بي ده في المبيضين بيحسن البلاد سبلاي، بيحسن الفاسكولاريزيشن، بيحسن الاوعيه الدمويه والدم اللي واصل للمبايض، وبالتالي بيحسن فرصه تخليق بويضات جديده حتى لو كانت قليله، بس بيدي سماها اوفيريان ريجوفينيشن، اعاده تجديد المبيض. ريجوفينيشن اوف ذا اوفيريان. كمان بيستخدم في بطانه الرحم الضعيفه. الناس اللي عندهم تي بي، والناس اللي عندهم يعني تي بي اندومتريتس، والناس اللي عندهم درن، والناس اللي درن، والناس اللي عندهم التصاقات سينيكيا، اندومتريا سينيكيا، التصاقات شديده جوه تجويف الرحم، وعملت لها عمليه بالمنظار. الناس اللي بنت عندهم ضعيفه ما بتتخنش ما بتكبرش، بنحقن فيها بي ار بي بتحسن جدا في الموضوع ده، بتحسن بنت الرحم. وعملنا حالات بي ار بي وجايبه نتائج كويسه في الناس اللي مخزون التبويض عندهم ضعيف جدا، جايبه نتائج كويسه. كمان بيستخدموا البي ار بي على فكره برضه حاجه جديده في عنق الرحم. احنا يمكن في الاول خالص عرضنا فيديو لعنق الرحم هنا، كان شغال اول فيديو. عنق الرحم لما يبقى ضعيف وقصير ويحصل منه اجهاض متكرر بنحقن فيه بي ار بي بيجيب نتائج كويسه. دي حاجات برضه منشوره مكتوبه. فبدا له استخدامات كتير. بي ار بي مش خلايا جذعيه، خلايا جذعيه لسه لم تثبت لحد دلوقتي. بي ار بي في نتائج كويسه. هذهب الى
السؤال اللي انا بدات بيه، كيف ترى التجميد الان، ثقافه الناس عن التجميد؟ انا رايي ان التجميد ده اهم حاجه حاليا، اهم من حقن المجهري نفسه. انا شخصيا انا بقول لك اهو، اكتر واحد بيتكلم في التجميد هو الدكتور عادل ابو الحسن. ليه؟ انا لو عندي 2 جنين هرجع واحد وجمد واحد. اولا فرصه ثانيه، ان لو لا قدر الله يعني حصل حمل وعايز تخلف تاني فعندها جنين تاني، لا قدر الله ما حصلش حمل هترجع جنين بدون اي مشاكل، بدون تنشيط وحقن وتكلفه. فالتجميد حاجه رائعه جدا. الحاجه الثانيه تجميد الاجنه، لو ما حصلش حمل لا قدر الله بترجع الاجنه مجمده بعد شهرين. ثالث حاجه بيعفيك من مشاكل فرط التنشيط، دي اهم حاجه، ده البعبع اللي بيخوف الدكاتره الحقن المجهري، فرط التنشيط هايبر ستيميليشن سندروم. حضرتك لما بتجمد الاجنه وبتدي ادويه معينه عشان توقف السايكل بتاع فرط التنشيط، انت انقذت حياه الست. فالتجميد ده ثوره. ثانيا نتائجه بجد بجد اعلى من الفريش. ليه؟ لان الرحم بيبقى هادئ جدا، مفيش ادويه منشطه، مفيش حقن بتخليك كونتراكتيف عمال ينقبض فبيطرد الاجنه في بعض الاحيان. فنتائجه تعدت وتخطت الفريش. تجميد الاجنة ابدعت ويعني قدمت لنا وجبه دسمه كعادته دائما، واحد من اصحاب الوجبات الدسمه العلميه في عالم الطب، في الدكتور استاذنا الاستاذ دكتور عادل ابو الحسن استشاري امراض النساء والتوليد علاج العقم وصاحب الدكتوراه واستشاري حقن المجاري واطفال الانابيب، زميل جامعه كيل للمناظير والجراحات الميكروسكوبيه بالمانيا وعضو جمعيه الامريكيه للخصوب والعقم الاسم الكبير، كان ضيفي في الدكتور. عالم الاخصاب المساعد والحقن المجاري عالم مثير، واعتقد انه في الفترة القادمة سيشهد ومضات من الإثارة ومضات من العلم تعطي الأمل لأولئك الذين يتمنون أن يكون عندهم طفل. تيك هوم بيبي أو أخذ طفل للبيت حلم. الأم أو المرأة لا تستطيع أن تعيش بغير هذا الحلم، أن تكون أما في يوم من الأيام. خليكوا دايما مع الدكتور. بعض مشاهير العالم ومنهم ماريا كاري وجيسيكا سيمسون وغيرهم من المشاهير لجأوا لرجيم قاسي بيسمى رجيم اليويو بهدف إنقاص الوزن بسرعة. النظام ده غير أنه أثبت فشله لأن المريض فيه بيتبع نظام غير صحي وغير واقعي اللي بيخليه يتعرض لانتكاسة كبيرة ويرجع الوزن أكتر مما كان. دراسات عديدة اتكلمت عن أضرار رجيم اليويو، آخرها في كوريا الجنوبية دراسة حديثة اتكلمت عن مساهمته في خطر التعرض للموت المبكر وزيادة احتمالات الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية والسكر من النوع الثاني. علشان كده الطفرة اللي حصلت مؤخرا في عمليات جراحة السمنة المفرطة جنبت الملايين حول العالم أخطار مثل هذه المحاولات غير المحسوبة، وجنبت ملايين المصابين بالسمنة المفرطة أخطار الإحباط مع فشل الرجيم المتكرر وما يصاحبه ويصاحب السمنة المفرطة من أخطار على صحة وحياة الإنسان. أهلا بكم. أنا أقول لكم كلام مهم جدا دلوقتي من وجهة نظري، يعني يمكن ما يكونش مهم عندكم، لكن قيمة الأمل. ليه إحنا ممكن نستضيف حالة تحكي عن تجربتها في إنقاص الوزن بعد جراحة السمنة؟ عشان الأمل. الأمل ده له قيمة علمية كبيرة جدا يا جماعة. وفي تجربة اتعملت قام بيها كارت ريشتي ده في سنة 1954، شوف من زمان قوي. التجربة دي تفهمكم معنى كلمة الأمل، معنى كلمة أو معنى إن أنا أشوف تجربة ناجحة قدامي. عمل التجربة بس عشان ما نبعدش عن المعنى، جاب فئران وعايشهم في مية بحيث إنهم ما قدروش يطلعوا من المية دي خالص، والفار يحاول يطلع مش قادر، فالفار بيفضل في محاولته في المجموعة كلها اللي عملها بها التجربة لمدة 15 دقيقة. في فار قعد لغاية 18 دقيقة يحاول يطلع وبعدين استسلم غرق. خلاص خلص التجربة الأولانية أو الجزء الأول من التجربة، راح جايب مجموعة تانية من الفئران وعرضهم لنفس الحالة، بس بيجي في الدقيقة ال 18 أو ال 15 ويطلعهم، هو يطلعهم ويعيشهم عادي ويحطهم على جنب، وفار تاني نفس الكلام يطلعه ويحطه على جنب وهكذا. وبعدين حطهم في
نفس الموقف مرة أخرى، الفيران اللي أنقذهم هو طلعهم في الدقيقة 15. تخيلوا لما رجعهم تاني فضلوا يحاولوا يطلعوا من الإناء اللي فيه مية قد إيه. التجربة الأولانية فضلوا يحاولوا يطلعوا لمدة 15 دقيقة واستسلموا للغرق، لكن الفيران اللي أنقذوا شافوا درجة من درجات الإنقاذ قدامهم، فضلوا يحاولوا قد إيه إن هم يطلعوا من الإناء. 80 ساعة، 80 ساعة يحاولوا. ده معناها هم طلعوا بنتيجة مهمة جدا في الآخر، إنه الفرق بين اللي استسلم إنه ما شافش حالة نكت، هو ما شافش تجربة ناجحة. اللي حاول يطلع لمدة 80 ساعة هو عاش مرة واحدة تجربة فيها أمل. وده اداني معنى كلمة الأمل. النهاردة احنا بنشوف حالة عشان نفهم انه الأمل موجود في انسان ممكن يخس 40 كيلو، ان انسان يتحول حياته عاملة ازاي، ان انسان ينقذ من حالة فيها يأس كامل الى حالة فيها أمل كامل. الرؤية والتجربة هي خير دليل. هذا حواري اليوم مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة في عالم جراحات السمنة الأستاذ دكتور وليد إبراهيم. الأساس كصناع سمنة هم الأب والأم. السمن مرض وبيجيب 100 مرض. بني آدم بيدمر نفسه بعجلة. تبقى للكتاب هذا مريض تحويل مصر. كانت محبة للسكريات وعمل لها تكميم معدة وخست. انا مش هاخد قرار الا لما هو يجي. لازم اخد قرار ولازم اعرف عدوي. نسبة نجاح العملية متوقفة عليه هو، فهيبدأ طول عمره يحافظ على الوزن اللي وصله. الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم استاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة في عالم جراحة السمنة الأستاذ دكتور وليد إبراهيم. أهلا بك دكتور. أهلا. اسمح لي أن أرحب في هذا الحوار الاستثنائي بضيفة عزيزة علينا طبعا أستاذة ياسمين متولي الشرشابي. أهلا بك أستاذة. أهلا بحضرتك. إزاي صحتك؟ الحمد لله. ياسمين لها قصة أنها 24 سنة كانت 106 كيلو بقت دلوقتي 70 كيلو بعد عملية تكميم معدة. عايز أبدأ الأول بمعنى كلمة الأمل في عالم جراحات السمنة. لماذا أعطت جراحات السمنة هذا القدر من الأمل للناس اللي عندهم سمنة مفرطة؟ وأنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام عن الأمل ده كان جميل، التجربة بتاعت الفيران وإن هي تدي أمل. ولو إحنا سألنا نفسنا هم قعدوا ليه 80 ساعة؟ لأن هم ببساطة شافوا إن ممكن يبقى فيه أمل، إن هو أنقذ في آخر دقيقة قبل ما كان خلاص هيموت. اللي احنا شفناه بقى في جراحات السمنة، الامل لازم يبقى مربوط باليقين. يعني ايه؟ ايوه، اليقين في تحقيق الامل ده عامل اساسي جدا للوصول للهدف اللي هو يعتبر في الاول امل. يعني لو قلنا في الاول هو نوع من انواع التخيل، ان هل معقول ان انا 120 هبقى 70؟ اه معقول. طب ازاي؟ ان هي تشوف حالة عملت عملية من عمليات التكميم وكانت متابعاها من الأول وقعدت معاها متابعاها لمدة سنة لغاية لما وصلت للوزن اللي هي عايزة. حتى ساعتها الإنسان ما بيصدقش. يعني أنا بشوف العياني هو ما بيصدقش. ليه؟ لأن الصورة اللي أنا بشوفك بيها من سنة بعد ما بيعدي سنة أنت قصادي وسكنة معايا ومتابعك لمدة سنة، بشوفك بعد سنة ما بتخيلش المنظر والإيمج اللي انت كنت قبليها قبل سنة إلا لو أنا كنت مصور. تمام. فبيبدأ يتحقق الأمل لعيان جديد، وبرضه بيبقى عنده شك لأنه بيبقى جاي، هل معقول الحالات اللي احنا بنشوفها قبل وبعد هي دي؟ أنا ممكن أوصل للنقطة دي؟ ما هو ممكن دي عشان تحصل لازم تبقى مربوطة بقى بإرادة على تحقيقه اللي هي اه ممكن اليقين. ليه؟ ما هي تجربة واحدة واثنين وثلاثة واربعة. ففي الاول هو امل وما بيحسش بيه الا لما يمر بالتجربة، ساعتها يوصل ان فعلا الكلام ده كان مظبوط
وساعتها يتوصل للنقطة الحقيقية في الموضوع ان هو ايه اليقين. بس لازم تبقى معاه في الاول، لان اكيد محدش برضو هيعمل عملية ومش هيبقى فيه نوع من انواع اللي هنقول ايه مش معاناة، العلامات الغير حاجات الغير مضيئة اللي ممكن يكونش متخيلها. وهو ده بقى فكرنا لما بنيجي نتكلم على العملية مع العيان في العيادة، انا لازم ابقى مديله صورة تقريبية للي بيحصل في خلال 6 شهور في حياته بعد العملية، عشان يبقى متقبل الموضوع نفسيا بصورة كبيرة. وده بيبقى بالذات في الأوزان الكبيرة، لأنه بيمتنع فجأة عن الأكل، فلازم أبقى مديله نوع من أنواع التخيل للوجبة اللي هياكلها، وفي نفس الوقت نوع من أنواع التخيل لإحساسه بالشبع اللي بيفضل برضو العيان متردد ومش مصدق لغاية لما يمر بالتجربة. أعتقد أن الحالة اللي معانا يعني هي خير دليل على القصة دي. قبل ما اروح لياسمين، عايز اسالك سؤال وتشرحه لي من وجهة نظرك. هل السمنة المفرطة زيها زي الغريق، يعني زي كأنه طالما احنا قلنا الأمل وإلى آخره، هل فعلا بالنسبة للمريض اللي عنده سمنة مفرطة كأنه في غريق، في بحر غريق وبيغرق بيموت، ولما بيتاخد منها كأنه خرج من البحر الغريق ده؟ انا هسال السؤال ده ياسمين، بس عايز افهم وجهة نظرك. هو طبعا انا عمري ما مريت بسمنه، فاحساسي بمريض السمنه مش هيبقى نابع من من من, من تجربتي كشخص، لان انا عمري ما دخلت في مرحله من مراحل السمنه. انما هو نقل للتجارب. هو بيبقى مريض السمنه ده بالذات الناس اللي بتبدا تزيد في الوزن بصوره عاليه، وبيبدا مجهوده يقل وحركته تقل، القدره على التعامل مع الاخرين تقل. ده الحاجات الشائعة مع قصة الأمراض والقلب والكلام ده. فبيبدأ دايما هو تفكيره ان هو يبدأ يلجأ لوسائل التقليدية السلمية اللي ما فيهاش اي تدخلات او فيها اي معاناة او مواعيد، او فيبدأ هو مع نفسه يعمل رجيم، او لو اتحرك شوية فيبدأ يروح لدكتور الرجيم، ولو عنده مجهود اكتر وشوية امل شوية فيبدأ يمارس شوية رياضة، وبعد كده يبدأ ينزل في الوزن لمدة 10 كيلو 15 كيلو. وفي حاجة مهمة بقى عنده، ألا وهي رغبة الجوع، ودي رغبة يعني لا تقاوم، لأن الأكل غريزة أساسية من غرائزنا، والتلذذ بالأكل ده ليه ناسه. يبقى في ناس بتتلذذ بكميات وفي ناس بتتلذذ بكميات قليلة، فبيفشل في الرجيم ويحاول تاني ويفشل تاني ويحاول تاني ويفشل تاني، لدرجة ان هو ممكن يكون بيبص لعمليات جراحات السمنة كنوع من انواع الانقاذ، بس لسه برضو عنده شك. فبيبدأ يحس بالثقة اكتر لما يبدأ يلاقي فيه حالات حقيقية، وبيبقى عنده نوع لسه من الشك والتردد لغاية لما يبدأ يعمل العملية. بينبهر امتى؟ انا بشوفهم بينبهروا في اول شهر من بعد العملية، لان نزولة اول شهر بتبقى اقوى عدد من الكيلو في خلال فتره زمنيه قليله، فبيبدا يحصل انبهار. واحنا بنتابع بعد شهر من العمليه عشان نديله بقى حته الامل واليقين، اللي هو ادي في شهر اهو انت وصلت للقصه دي، بيبدا هنا فما بالك بيغير كل البيهافير بتاعه. بعد الشهر الاولاني ده بيبقى هو خلاص اوريدي، خلاص حاسس بيقين، حاسس ان خلاص الموضوع بقى بجد، هو خلاص بقى على شط البحر، يعني بعد عن الغريب بقى، بعد عن مشاكل السمنه، بعد عن 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 دوامه السمنه، ورايح في الامان بقى خلاص. ياسمين معلش، النهارده احنا بنتكلم على ان السمنه كانها غرقه، كانها يعني زي ما تقول ايه بحر متلاطم الامواج هيموتك. احكي لي بقى انت نظرتك ايه وانت كنت 106 كيلو، ليه عملتي عمليه سمنه اساسا في الوقت؟ هو انا قررت اعمل العمليه اما والدي عملها. دي اللي انت قلت عليها. حته اليقين. ما كانش مصدقه. وعشان كده العمليات دي منتشره انتشار، هي عامله زي الشجره بالظبط، هي فروع. والاعداء بيسلم ده بيسلم. يعني هو العيان هو خير دليل. مريض السمنه اللي بيعمل عمليه انا بعتبره هو احسن اعلان للعمليه. العمليه طبعا بقت يعني كتكميم معده منتشره على مستوى مصر بصوره غير طبيعيه.
انما هو القصه وكل الفيديوهات اللي بتتعرض تقريبا نفس الفيديوهات وكل الكلام اللي حواليه هو البرانش كده البرانش بتاعكم هو لازم يكون المريض فيه بيحكي تجربته. تمام. زي عارف انتوا حاجه ثانيه، تخيل ايه؟ الاخلاع على الادمان. يعني الناس لو احنا جبنا متخصصين يتكلموا على الادمان لازم نجيب ناس اقلعوا الادمان عشان يحكوا تجربتهم، لان هو ده اللي هيوصل التجربه الحقيقيه. لان حتى في عمليه التكميم او تحويل المسار هي 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 سبجكتيف، اللي هو مختلفه من شخص للتاني. لو جبت نفس الاثنين جراحين وعملوا عمليه تكميم بنفس الظروف بنفس العيانين النتائج اكيد هتبقى مختلفه. لان التعامل قبل العمليه من دكتور للتاني مختلف، والتعامل اثناء العمليه في المقاسات لتكميم المعده مختلف، والتعامل فيما بعد العمليه من المتابعه والنواحي النفسيه، لان هي مش قصه، هي انا ما بعتبرهاش قطعه قد ما هي تقسيمه للمعده كان بتفصل معده جديده، وقد ما هي تفصيله برضو وتقسيمه للجوانب فيما بعد العمليه في تغيير طبيعه الاكل واعطاء الامل، فهي منظومه متكامله. بس 106 كيلو يا اسمين ما كانش يعني حاجه مريحاك اكيد. لا ما كانتش مريحاني. ايه اللي حصل بقى؟ هو انا لما لقيته بينزل وزنه قدامي وكنت متابعه يوم بيوم، ده والدك قررت ان انا اعمل العمليه. هنشوفه على فكره هنا في البرنامج. والدك هنشوفه كحاله، ويبقى ربط بين الحالتين برضو، بين الحلقتين، بين حالتك وبين حالته. لكن انت نفسك بقى في 106 كيلو كنت حاسه بايه؟ ما كنتش لبسي اتغير، طريقه لبسي اتغيرت، طريقه اكلي مش باكل زي الاول، مش بشرب زي الاول، مش باكل شوكولاتات، مش باكل الحاجات دي. انت كنت بتاكلي الاول؟ كنت باكل الحاجات دي عادي، ما كنتش بتعمل. بتاكلي ازاي قبل كده؟ كنت باكل 3 وجبات عادي، بس وجبات كويسه كبيره، ان انا اشبع منها. كنت بتحب الاكل؟ بتحبي المصريين كلهم بيحبوا الاكل. كل العالم بيحب الاكل على فكره، مش مصريين بس. لكن انت كنت خلاص وزنك ماشي في اتجاه 110 115 120 130 يعني خلاص كنت ماشيه في الغريب. كنت مثلا هطلع اكتر من كده، اكتر من كده. لما انت شفتي والدك بقى بيعمل عمل العمليه وشفتيه بيخس، لاحظت قبل ما انت تعملي العمليه لاحظت تغيرات عليه؟ لاحظت ايه؟ لاحظت ان هو خس ووجبته بتقل وما عادش زي الاول، نفسه وطريقه لبسه وطريقه اكله كل حاجه. لما جاء ده صورتك قبل العملية. يعني طبعا شخص دراع ضخم جدا طبعا، يعني معلش انا لفت نظري كمان انه في حاجات جينية عندك معينة، والصورة دي على فكرة برضو من بعيد شوية، يعني مش ما كانتش قريبة. لو قريبة هتبين اكتر. ما كنتش حابة يعني؟ لا ما كنتش حابة. كنت عايزه اخس باي طريقه. ممكن القرار ان انت تعملي العمليه؟ لاني عملت رجيم كتير. ما كنتش حابه ايه؟ حابه شكلك. اصل انتوا يعني انت برضو هو ما هو العقل الباطن كده. انت ما كنتش حابه، انت هتقول ما كنتش حابه شكلك، انت قلت لها ما كنتش حابه، هي راحت، هي برضو راحت ردة. ايوه ما كنتش حابه. هي مش هي عايزه تنسى كلمه شكل. فهو فعلا يعني انت ساعدتها والله العظيم، برافو عليك. انت قلت لها لا انا احييك على انك خدت بالك من حته. ما تذكرتش كلمه شكلك. هي ما كنتش حابه؟ لا ما كنتش حابه شكلي. ده هي حتى ما قالتش شكلك. لان هي مش عايزه تفكر شكلها. انت كده حتى لما نفسيتك كانت متاثره؟ ايه؟ انت نفسيتك متاثره كانت؟ شويه بس لازم كنت اخس. يعني لكن احكي لي برضو، هل في مثلا مشاكل صحيه كنت صعوبه في التنفس، ضربات قلبك سريعه كانت مجهوده؟ ضربات قلبي كانت سريعه جدا. ايه تاني غير بعد العمليه؟ لا قلت ضربات القلب. المجهود بتاعك كان بدا يتاثر فعلا؟ انت كنت صغيره، انت صغيره في سن 24 سنه. مجهودي كان كويس بس ما كانش كويس اللي هو للدرجه الثانيه. بالمقارنه بكده دلوقتي؟ لا طبعا بالمقارنه لا. يعني دلوقتي احسن شويه الحمد لله. احسن شويه ولا احسن كتير؟ لا احسن شويه لسه. لسه برضه؟ لسه شويه. انت بالك عامله العمليه قد ايه؟ 8 شهور. 8 شهور. وخسيتي في الثمان شهور دول حوالي 40 كيلو. انت عامل لها تكميم معده مش كده؟ ايه بقى تكميم المعده عامل لها ايه؟ عمليه تقنيا
تصغير من حجم المعدة. بس تصغير ازاي؟ هو ده الكلام. هل هي هتتصغر بأي صورة؟ وطريقة التدبيس هتبقى عاملة ازاي؟ استخدام الدباسات للصورة ازاي؟ وازاي كيفية التعامل مع المعدة نفسها لو في فتق في الحجاب الحاجز؟ المقاسات بتاعت حجم المعدة نفسها هل هي يونيفرسال من اول فوق لغايه تحت يعني كلها مقاس واحد، ولا هل جزء لازم يبقى فيه متسع عن الجزء الاخر تجنبا لحدوث تسريب، تجنبا لحدوث اي اعراض جانبيه؟ زي ما قلنا قبل كده ان المقاسات مختلفه من جراح للتاني، يعني في ناس ممكن يعني مقاسات كلها بالفرنش اللي هو المحيط اللي احنا هنسيبه، هنسيب قد ايه انبوبه، في رينج طبعا في المقاسات. وانا اعتقد ان مفيش دكتور زي التاني في كيفيه التعامل في القص وقطع المعده، لان هو مش فيلم فيديو، والطبيعه البشريه مختلفه، مفيش عيان زي التاني ولا في جانب تشريحي متطابق، يعني بيبقى فيه دايما اختلاف. فانا شايفها يعني من ناحيه من وجهه نظري بالذات التكميم او عمليات جراحات السمنه، لان فيها قص وإعادة تركيب زي عمليات تحويل، فيها نوع من أنواع عارف الفنان أو نوع من أنواع أنت بتكريت تفصيل. أنت بتفصل أنت بتفصل، هي بتختلف في رينجات كذا كذا، في رينج قطع هنا ولا هنا رينج وده اللي بنرجع له في الآخر، إن بتبان النتائج فين. ما هو كلنا بنقول هنشيل 80% أو 85% أو 75%، انما اللي معبر حقيقي عن العمليه هي 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 نتيجه العيان. وبالذات لما يبقى فيه مش تجربه واحده، ده فيه تجارب كتير، والاصل في نزول الوزن، ودي تكميم المعده، وهتتقص هتتقص طوليا عشان تمشي مع الميكانيكا او الميكانيكس بتاعت الاكل، ان هو جاي من فوق لتحت. ان طبيعه العمليه اللي هي نرجع للنقطه اللي هي انت بتكريت او ان انت بتفصل المعده بشكل معين، بحيث ان ما يبقاش في ضيق في حته فيعمل اعراض جانبيه زي التسريب، او ما يبقاش في جزء منها متساب فيبقى هو عنده قابليه انه يتمدد في المستقبل، وفي نفس الوقت لازم يبقى في حته اللي هي الريزرفوار اللي تحت بيبقى بحجم معين عشان ياخد اكل عشان تفضل المعده مليانه، مش لا هي انبوبه قوي ولا هي كبيره قوي، هي حاجه مختلفه من جراح للتاني. ودي بيتعبر عنها في من وجهه نظري العيان، لان في ناس كمان بتعمل حتى تكميم وبيبقى معتقد ان نوع من انواع النجاح ان هو يضيق قوي، فيبدا المريض بيبقى في نوع من انواع الترجيع القيء المستمر، او ان المعده تبقى ضيقه من حته فيبدا يبقى في اعراض جانبيه على المدى البعيد. هو نوع مش نوع من انواع التعذيب، احنا عايزين العيان في الاصل، هو اصل الموضوع ان العيان ياكل، لان العيان لو هو مش قادر ياكل الاكل الطبيعي فطار وغدا وعشاء حتى لو كان في صوره كميه صغيره، غصب عنه لازم بيلجأ لمصدر للطاقة ألا وهو الحلويات، وما أسهلها إن هي سايلة، فتبدأ يبوظ العملية ويبدأ يحصل مشكلة زي اللي حصلت قبل كده في عمليات تدبيس المعدة. وده برضو يقودنا لحاجة تانية، إن عملية تكميم المعدة مش هي أو تحويل المسار مش هي الحل النهائي، هي نوع من أنواع التهذيب لطبيعة أكل الإنسان والكيمياء المربوطة بطريقة الأكل. إحنا بنقلل من كمية الأكل، وانا سامح لك ان انت تاكل، فانت هتاكل اكل عادي، فانا لغيت من عندك لجوءك للسكريات والحلويات. فبيبدا الانسان طبيعته تتغير في كميه الاكل مع توزيع الاكل 3 أو 4 مرات في اليوم، فتبدا الساعه البيولوجيه تتظبط على الاوقات دي ان يحصل فيها جوع، وبالتالي كميه الاكل حتى لو بدات تزيد على مدار 5 سنين ل7 سنين هتزيد لقمه لقمتين، انما البيهيفير بتاع الانسان اللي هو طبيعه تنظيمه للاكل والساعه البيولوجيه بتاعته اتغيرت. هو ده المفهوم الاساسي في المتابعه لعمليه تكميم المعده عشان تدينا نجاح على مجال بعيد 15 سنه و20 سنه. وفي نفس القصه في تحويل المسار ما ليها برضه تغيير في طبيعه البيهيفير وطبيعه الاكل، وده وليها عقاب
وليها عقاب اللي هي الدامبنج اللي هو الدامبنج. ما هو الدامبنج ده هو حاجه مؤثره جدا ان العيان بي 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 بيحصل بيعرق وبيضغط الضغط بيقع وبيحس بهبوط لما ياخد سكريات، فده بيكرهه في السكريات. ورغم ان هو حاجه مؤلمه للمريض هي تعتبر ميزه عشان العيان يقلع عن السكريات. ففي حاجات في العمليات لازم تبقى مفهومه عشان ما يبقاش الكلام ان دي العمليه الذهبيه او ان ده الحل النهائي او انا عايز اجيب من الاخر او ان انا هعمل عمليه وهنزل. لا، هي العمليه وسيله مساعده اقوى من الرجيم بكتير، لا تقارن ولا تقارن باي شيء زي البالونه او اي حاجه. انا شايف ان يعني من اقوى الحاجات بعد الرجيم والرياضه هي طبعا عمليه تكميم المعده. ياسمين قولي لي بقى ايه اجمل الحاجات اللي انت يعني انت متجوزه دلوقتي، هل برضو العمليه افادت فكره ان يكون في فرصه للحمل والانجاب؟ اكيد. انت عارفه كده علميا اكيد. انت بالوزن الزياده مش هيعرف. لا مش هيبقى فيه. ايه الحاجات اللي انت دلوقتي بتستمتع بيها غير اللبس؟ بمشي. المشي؟ ما كنتش المشي تمام؟ لا ما كنتش بمشي، كنت بركب على طول. على طول اللي هو تاكسي عربيه كده. ما فيش ماشي. ايه تاني؟ دلوقتي بمشي، بلعب رياضه. بتلعب رياضه؟ انت قبل كده ما بتلعبيش رياضه؟ لا ما بلعبش رياضه. ايه الفرق احساسك دلوقتي وانت بتلعب رياضه؟ حاجه خفيفه بلعبها، مش صعبه عليا. الرياضه كانت الاول بالسعاده. كانت الاول بتبقى صعبه عليا، ما اقدرش اعمل. ما كنتش اقدر اقف يعني اكتر من ساعه، دلوقتي ممكن اقف يجي 3 ساعات عادي. هل حاسه انت محرومه في الاكل؟ في ده احساس بعض الناس اللي عندهم السمنه يقول لك لا انا هتحرم من الاكل. وانت اكيد فكرت في كده. اكيد كلنا فكرنا. ايه بقى اشرحي لي الحته دي. هو انا بعد العمليه ما لقيتش نفسي باكل، حتى ما باكل هي بتوجعني خلاص. هي مش محرومه؟ لا مش محرومه. لا وما بتحسيش احساس الجوع؟ لا احساس الجوع لا. ما بجوعش. ده شيء رائع جدا. لا ما بجوعش. وطبعا اكل خلاص، انت شويه الاكل وجبات صغيره. وجبات صغيره. والرياضه تمام؟ رياضه الحمد لله. حلو قوي، ده شيء رائع جدا جدا جدا. انتوا نورتونا النهارده. سعدت جدا بلقائي معاك النهارده وامتعتنا بهذا الحوار اللي فيه قدر من العلم وقدر ايضا من الشرح لطبيعه المريض وتفكيره وتوقعاته، لانه الاكسبكتيشن او توقعات المريض في جراحه السمنه دي شيء مهم للغايه. نورتنا شرفتنا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، استاذ جراحات السمنه المفرطه والاستشاري جراحات المناظير بكليه الطب جامعه عين شمس عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه IFSO، كان ضيفي العزيز. وطبعا ضيفته وضيفتنا الاستاذه ياسمين متولي الشرشابي، نورتي وشرفتي، كانت ضيفتي في الدكتور. خلي بالكم من صحتكم، خليكم دايما مع الدكتور. منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه من 50,000 ل100,000 حالة جديدة بتصاب بالناسور كل عام في إفريقيا، وأن الناسور الشرجي له نصيب الأسد في الانتشار عن أنواع الناسور الأخرى، وبيكون شائع للي بيعانوا من خراج الشرج. العلاج المبكر ضروري جداً للحد من فرص الإصابة بالناسور الشرجي، وضروري جداً لتخفيف الألم المستمر خاصة مع الجلوس وتهيج الجلد حول الشرج والتورم والاحمرار والحساسية والإمساك وغيرها من الآلام المرتبطة بالناسور الشرجي. أهلا بكم، حلقة مهمة جدا في واحد من الأمراض اللي أنا بقول عليه من أرذل الأمراض، أرذلها للطبيعة المرضية لهذا المرض. كلمة ناسور، الناسور في اللغة العربية كلمة صعبة شوية، لكن هو ما يسمى بنفق، زي نفق وصلة. والناسور يا جماعة في دراسات عديدة قالت إنه كثير جدا من الناس اللي بيعانوا من خراج حوالين الشرق يمكن أن يصابوا بالناسور، بس مش كلهم. يعني بتقول الدراسة أبطوا 55% من الناس اللي بيعانوا من خراج ممكن يحصل لهم هذه الحالة. 55 أقل شوية أكتر شوية. المشكلة إن الناسور لما بيحصل مرض علاجه مش سهل، علاجه محتاج فهم شديد جدا ومحتاج تركيز جراحي شديد للغاية.
ومحتاج نستفيد من التقنيات الحديثة كمان. كمان لازم نفهم انه كتير من الافكار الشعبية او الافكار الموروثة عن العلاج بتاع الناسور هي بتلف وبتدور حوالين يا ابني ما هو بيرجع تاني. صحيح ان عودة الناسور الشرجي بعد اجراء عمليات جراحية موجود في نسبة تصل الى 25%، لكن مش في كل الحالات. لكن مع التطور الموجود في اساليب العلاج اعتقد النسبه دي قلت كتير. النهارده يوم مهم لان احنا بنتكلم على مرض اولا شائع لانه مرتبط بخراج، والخراج مرتبط بالسكر، والسكر مرض شائع جدا، فمرتبط بنقص المناعه، مرتبط باهمال شديد في التعامل مع مشاكل حول الشرج، فالناسور موضوع منتشر جدا. تعالوا النهارده ننظر الى هذا الموضوع الهام جدا المسكوت عنه ولكن نفهمه بدقة شديدة من ضيفي العزيز قيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد النجار. مرض أو مجموعة أمراض لا يدري عنها الشعب العربي الكثير طبعا لا يعلم ما هي أمراض الشرج. الأشع طبعا في الحكاية دي هم الثلاثي المشهور جدا، الشرخ الشرج، البواسير الشرجية، والناسور الشرجي. القعدة الطويلة على مقعد حمام من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذا الضغط الدائم على الحوض فيعمل البواسير الشرجية. عندنا في دماغنا كمصريين بأنه هو سببه أكل الحاجات اللي فيها بهارات. العادات الغذائية هي من أشيع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث البواسير خاصة. الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد النجار، منور الدكتور وأهلا بك في هذا الحوار المثير. عايز أبدأ الأول عن واحد من أهم أمراض الشرج وهو الناسور. برضو ناس كتير على فكرة ما تعرفش ما هو الناسور. الناسور الشرجي كلمتين، ناسور وشرجي. ناسور يعني هو قناة تصل ما بين فتحتين، واحدة داخل وواحدة خارج أي منطقة بقى. إذا جاي عند الودن نفق سرداب هو ناسور، يعني هو حتة مستخبية، حتة محفورة مستخبية. إذا جاي عند الودن نسميه ناسور، عند الأذن، إذا جاي عند السرة نسميه ناسور سري. لكن ناسور شرجي هو خلاص بقى موضح نفسه، هو نفق ما بين فتحتين، قناة ما بين فتحتين، فتحة داخل الشرج وفتحة خارج الشرج. المريض ما بيشوفش اللي جوه لكن بيشوف اللي بره، فنقدر نعرفها له بقى بطريقة أبسط للمريض إنها فتحة بجوار الشرج تخرج دائما إفرازات لونها أصفر، لونها أخضر، أحيانا تخرج بعض الفضلات زيها زي الشرج بالظبط، أحيانا تبقى مؤلمة وكلام زي كده وهنتكلم عنه كمان شوية. لكن هو في منتهى البساطة هو قناة ما بين فتحتين، فتحة داخل وفتحة خارج الشرج. الناسور ليه كذا نوع وكذا شكل وأنواعه مهمة جدا عشان نفهم حتة مهمة قوي. الشرج يحيط به عضلات مهمة جدا 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 في التحكم في مرور الفضلات. إن إذا جات لنا الرغبة في سيتويشن ما ينفعش نخرج فيه الفضلات، نقدر نكبت هذه الرغبة عن طريق صمام حوالين الشرج، نقدر نمسك هذا الصمام وبالتالي ما نعملش حمام، اللي احنا بنسميه التحكم في التبرز. عن طريق عضلتين، عضلة انترن وعضلة اكسترن، العضلة الصغيرة اللي هي الداخلية اللي ناحية الشرج من جوه، ثم عضلة كبيرة العضلة اللي خارجية اللي برا. إذا مر الناسور ده ما بين العضلة الداخلية والخارجية نسميه ناسور انترسفنكتيريك، ما بين العضلة دي وما بين العضلة دي، ودي مش ما بين العضلتين. إذا مر الناسور الناحية دي يبقى ناسور سطحي أوي، إذا مر الناسور جوه العضلة الخارجية الكبيرة نسميه ترانسفنكتيريك، يعني ماشي جوه العضلة. إذا مر فوق العضلة نسميه سوبر، يعني هنتكلم عن الحكاية دي كمان شوية. بس هي الفكرة ان الناسور ده ليه علاقه مهمه جدا 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 بالعضلات او بالصمامات اللي حوالين الشرج، ومن هنا تيجي رخامته ورزالته زي ما حضرتك قلت كده، وكانت صعوبه عملياته زمان لان كانت تعتمد على القطع وحاجات زي كده، ودلوقتي كنا نخاف قوي على العضلات والحكايه زي كده. فناسور شرجي يعني قناه ما بين فتحتين، فتحه داخل الشرج وفتحه خارج الشرج، هذه القناه تمر جوه صمامات الشرج. كالعاده الاسباب، لا الاسباب اعتقد يعني انفكشن طبعا 100%، هو ما فيش سبب غير كده الحقيقه. يعني هو السبب الرئيسي في الاصابه بالناسور الشرجي هي عدوى. قد تكون العدوى دي داخل الشرج نسميه ناسور تحت جدران الشرج، يعني ما فيش خراج بره، يعني ما فيش مريض من بره ما عندوش بس عنده الم رهيب جدا جدا داخل الشرج، لما نفحصه نلاقي في خراج تحت سب ميكوزا، حاجه نسميها سب ميكوزا الابسس، خراج تحت جدران الشرج. او الاشياء زي ما حضرتك قلت من شويه انه يبقى حد عنده خراج بجوار الشرج. اي مريض
وفرصة نقول للناس اهو بقى اي مريض عنده خراج بجوار الشرج ارجوك افتحه، ارجوك ما تسمعش كلام الدكتور اللي قال لك خد مضاد حيوي لحد ما يفتح ولا مش عارف ايه. اذا البكتيريا ما لقيتش لنفسها مخرج من على الجلد من بره عشان تخرج، اذا ما فتحناهاش يعني هي بتجري لحد جوه وتعمل التراك وتعمل النفق وتعمل الفيستولا او تعمل النسور. لكن اذا اول ما لقيت ان في خراج فتحته في خلال النهارده بكره كلام زي كده، خلاص البكتيريا دي طلعت والانفكشن دي راحت وتعالج، وهنا بقى تاخد مضاد حيوي بعدها مش قبلها. لكن ارجوك اذا كان عندك خراج بجوار الشرج، لان هو السبب الرئيسي سابه او الدكتور بتاعه يعني ما حرفوش التوفيق قوي في الحته دي وقال له لا خد مضاد حيوي وهنشوف وهنصرف وكلام زي كده، فبيعمل النسور الشرجي. الاساليب العلاجيه بقى احنا في اول يعني اول حتى ما حضرتك بدات تتكلم دخلت على طول على انه الجراحه كانت مخيفه، الجراحه طبعا. انت بتشتغل في منطقه فيها سفنكتر، فيها عضلات ضامه، فيها مجموعه اعصاب كبيره جدا صبت. فالقطع هنا يعني انه ممكن العيان يخرج ما عندوش قدره تحكم في المرض. طب 100% يعني هو للناس اللي شغاله في هذا الجزء بس من الجهاز الهضمي منطقه الشرج بالمستقيم، ما كانش فيه رعب بالنسبه للدكاتره ولا للمرضى، ومنتهى الامانه هو ما كانش فيه رعب خالص للدكتور الا حالات النسور الشرجي. كنا زمان ندخل العمليات واحنا عارفين ان احنا هنقطع حته ونقول يا رب الحته اللي احنا قطعناها دي ربنا يسترها معانا ومع المريض وما تعملش انكونتنس او حاجه، لكن كانت بتعمل وكان الانكونتنس اللي هو عدم التحكم في المرض، لاننا بنقطع الصوره اللي كانت من شويه دي النفق ده احنا كل كنا بنعمله نعمل حاجه اسمها فيستلوتومي او فيستليكتومي، يعني ندخل حاجه كده تبقى ماشيه جوه النسور ثم نقطعه من على الجلد من بره. طبعا هو داخل جوه العضله، العضله محيطه بيه من بره، فاحنا هنقطع جزء كبير من العضله الجزء اللي فوق، وبالتالي ما كانش في حل تاني غير كده. فكنا بنخير المريض نقول له يا تعمل العمليه يا اما وفيها ريسك يا ما تعملش، وكان اغلب العيين ما بيعملوش، واذا عملنا بنبقى حاطين المريض في ريسك وحاجه دمها تقيل قوي، وكانت نسبه حالات الانكونتنس كبيره الحقيقه. الفيستلوتومي او الفيستليكتومي لعلاج النسور الحقيقه بقت يعني انا رايي انها جريمه وما بقتش بتتعمل، يعني برضو الناس بره اللي احنا بناخد منهم هم عملوا ايه دلوقتي او وصلوا لحد فين، خلاص ما بقوش بيعملوا خالص الحكايه دي. بقينا دلوقتي نعمل الحكايه دي باستخدام الليزر، نعالج النسور الشرجي باستخدام الليزر. حاجه عظيمه جدا جدا اسمها فيلاك، فيستولا تراك ليزر كلوجر. ده طبعا شكل الجهاز الليزر او الماشين اللي احنا بنستخدمها في هذه الحاجه، تراك ليزر كلوجر. اللي هو فيلاك اللي هو اختصار لان احنا بنتعقب هذا النسور ونغلقه باستخدام الليزر. وبالتالي ما قطعناهوش بقى، خلي بالك احنا ما قطعناش السقف بتاعه ده، والميزه هنا ان بقت الحكايه دي سيف 100%. يعني هل في ريسك ولو واحد في لا بنقدر يعني نبصم بالعشرة انها 100% سيف على العضلات على الصمامات، مستحيل مريض يعمل نسور شرجي باستخدام الليزر ويجيله عدم تحكم في البراز، لاننا ما بنقطعش العضلات ولا بنلمسها. لكن الفكره بتعتمد طبعا دي الاساطر بتاعه الليزر، احنا بنستخدم اللي هي تالت واحده من على الشمال الدبل رينج دي، طبعا دي حتى لسه بقى لها يمكن سنه في الماركت كله، بتعتمد على ان فيها عدستين الليزر يطلع في شكل دائري زي المقوار كده او حاجه، توقع جدران النسور ده اللي احنا عايزين نشيله. ما هي الفكره في التراك، اذا قدرنا نشيل التراك كنا زمان نفتح ونشيل التراك يمين وشمال كده ونقطعه. طب احنا دلوقتي بنقدر نشيله عن طريق الليزر، هو يمشي يحفر التراك ده يشيله وفي نفس الوقت يقفل لنا التراك على بعضه. يعني اذا شفنا الفيديو ده مريض عنده نسور دلوقتي وهنشوف العمليه بالظبط بتحصل ازاي. احنا حالا هنعمل للمريض ده عمليه النسور الشرجي باستخدام الليزر. نصور هو الجزء الفتحه اللي على الشمال، وهو هيرسم لنا واحده على اليمين، هي قناه زي ما احنا شايفين ليها فتحه داخليه وفتحه خارجيه. الانفكشن او العدوى ان هذا المريض يمكن كان عنده خراج اهو باين، ولازم اذا كان في خراج نفتحه. طب هل في حاجه اسمها فتح خراج بالليزر؟ لا، اي كلام، ده نصب وضحك على الناس. احنا هنفتح الخراج بالجراحه ونفضي الصديد اللي جواه، ثم ندخل بحاجه اسمها سيتون او الدعامه اللي احنا بنسميها لوز سيتون، اللي تخش تخلي التراك ده يحصل له يضيق شويه على بعضه، نحطها لما يبقى النسور واسع. ثم هندخل حالا باستخدام الليزر بتاعنا، الليزر بيطلع في شكل دائري مش هيقطع النسور لكنه هيقفل النسور، بيتبقى مكانه خط صغير كده يروح خالص ومبقاش النسور ده ليه اي وجود، بطريقه سيف 100%. لا المريض يتعرض لاي خطر انه يحصل له عدم تحكم في البراز، لا المريض يتعرض لاي خوف حتى انه يحصل مشكله كبيره دمها تقيل قوي اسمها عدم تحكم في البراز. دي العمليه حقيقتها، ودي العمليه باستخدام الاشعه، وهي قريبه خالص من اللي احنا بنعملها في الفاريكوز فين. هم دلوقتي بيعالجوا خلي بالك الدوالي باستخدام الليزر. هي نفس الفكره، ان الوريد اللي كنا هنقطعه ونعمله ستريبنج نمسكه من هنا ونمسكه من هنا ونقطعه بره الجلد ونرميه خالص، دلوقتي بقينا بنقفله باستخدام الليزر. هم حتى يعني الفكره خدوها الجماعه الالمان من الحكايه دي الحقيقه.
فأصبحنا نعالج النسور الشرجي باستخدام الليزر في حتة بعيدة خالص في منتهى الأمان عن النسور بالجراحة والحكاية الصعبة أو دي. يبقى في ترم تاني بيرتبك عند الناس بالنسور اللي هو الشرخ الشرجي. الناس تعاني من شرخ شرجي يقول لك ده نسور يعني. لا، الشرخ الشرجي شيء والنسور شيء آخر. طبعا 100%. الشرخ الشرجي هو عبارة عن قطع داخل الأغشية المخاطية للشرج. الشرخ الشرجي هو جرح، يعني مريض أثناء التبرز أو حاجة كان عنده براز ممسك أو حاجة زي كده، فمع الستريننج اللي بيعمله أثناء الدخول الحمام أو حاجة حتة تعورت زي ما في الصورة موجودة كده، حتة مجروحة كاملة يعني. الغشاء المخاطي ده حاجة رؤية قوي، احنا بنسميه الميكوزا. هو بالظبط زي داخل الفم عندنا كده او حاجه رقيقه جدا جدا، اذا مر عليها براز صلب شويه او حاجه تتقطع تتعور، وبالتالي يبقى الشرخ الشرجي هو عباره عن قطع او جرح داخل الاغشيه المخاطيه للشرج، وده بيبقى مؤلم جدا الحقيقه، مؤلم جدا جدا للمريض. ازاي يعني نشخص الشرخ الشرجي؟ الشرخ الشرجي بتشخص بالاعراض او بالمنظار. الاعراض هي مريض كل ما هيدخل الحمام عشان يعمل حمام هيحس بوجع شديد جدا 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 لدرجه انه هيخاف ياكل مع الوقت، وبشوف العيانين بيخافوا ياكلوا فعلا عشان ما يخش حمام. بيتشخص بالكلينيكالي ان المريض بس شكوته انه مع دخول الحمام يتحس بوجع شديد جدا. احيانا لما نبقى ان داوت شويه او عايزين نعرف هل الشرخ الشرجي ده ليه حاجات ليه اي اسباب تانية ولا حاجه، بنعمل المنظار. واحنا بقينا بنعمل المنظار ده روتين الحقيقه للمرضى كلهم بحيث نستثني اي حاجه تانية. احيانا يبقى المريض عنده شرخ بس عنده حاجه في اخر المستقيم دمها تقيل قوي. احيانا يبقى عنده بواسير بس عنده حاجه، فاحنا ما بنحبش نعالج المريض من حاجه اللي ظاهره بس بعد سنتين ثلاثه يظهر حاجه تانية فنقول احنا عايزين نخش عمليه تاني. فبقينا بنعمل المنظار ده الحقيقه روتين في كل الحالات يعني. في برضو منطقه مهمه جدا هي العلاج. الحاله دي برضو الليزر يلعب دور فيها ولا نتعامل باساليب تانية؟ لا طبعا. بس الحاله الوحيده اللي ليها علاج دوائي قد يساعد انها ما تتطورش لان احنا نعمل عمليه هو الشرخ الشرجي في بداياته لما يبقى اكيوت ان الفيشر، لما يبقى شرخ شرجي حاد. طب نعرف الحكايه دي ازاي؟ من اول ما هتتوجع لحد 6 اسابيع اذا تعالجت كويس وتعالجت مظبوط. لان الفكره كلها ان دايما يحصل الشرخ الشرجي ده عند الرجاله في المنطقه البوستيريور وعند الستات في المنطقه الانتيريور. المنطقتين دول منطقه ما بيوصلهمش دم قوي، يعني التغذيه الشريانيه في هذه المنطقه ما هياش كبير قوي. البوستيريور خلفي، انتيريور يعني امام. فالمنطقه دي ما فيهاش تغذيه دمويه كتير، فلما يحصل فيها جرح اي جرح في اي حته عشان يخف لازم دم يجري ياخد معاه انسجه وخلايا وكلام زي كده. الحته دي ما فيهاش دم. بتيجي منين بقى ان ما فيهاش دم؟ كمان ان مع حدوث الجرح او الشرخ الشرجي العضلات بتقفل على بعضها، يحصل سبازم فتمنع اي دم يروح للحته دي. فاذا المريض في خلال 6 اسابيع خد ادويه تخلي السبازم ده يفك والسفنكتر اللي قافل العضلات اللي قافله دي وهي عباره عن بسطات العضلات وكلام زي كده يعني ارتخت شويه الدم هيجري في الحته دي والمريض هيخف وما يحتاجش يعمل عمليات. لكن اذا كان الشرخ الشرجي ده كرونيك وبقت الحكايه مزمنه وبقى لها شهور وسنين وخمس سنين والكلام اللي احنا بنسمعه ده كله، 100% بيحتاج يعمل عمليه. واصبح علاج العمليات للشرخ الشرجي باستخدام الليزر مختلف تماما برضو عن الجراحه. فكرته بمنتهى البساطه ان احنا عندنا جرح كنا زمان نكويه باستخدام الدايسيرمي او حتى نقطعه باستخدام المشرط ونخيط غرز، دلوقتي بنكويه باستخدام اشعه الليزر. وبالتالي الليزر ده فيه ميزه حلوه قوي انه سيلكتيف، يعني لما هتكوي الحته اللي انت واقف عليها دي الهيت والبيرن ده الحراره مش هتروح يمين ولا شمال فما تعملش حرق للمريض زي الدايسيرمي او الكتري او الحكايه دي. فهنكوي الشرخ الشرجي. ثم بقى اعظم ميزه في الحكايه دي ان الصمام اللي كان قافل اللي كنا بنعمل له لاترال سفنكتروتومي ان احنا نقطع العضله، مش هنقطعها، هنعمل حاجه اسمها سفنكترولايز يعني اراحه للعضله دون قطعها باستخدام الليزر. ودي يمكن يعني اعظم ميزه في علاج الشرخ الشرجي باستخدام الليزر. يبقى دايما سؤال في الفيسبوك مثير للغايه. دايما الارتجاع المرضي او ان حاله تعمل لها جراحه وترجع حتى لو اتعملت من زمان قوي بتثبت في عقول الشعب المصري او الشعب عموما بان المرض ده ليس له علاج طالما رجع تاني حتى لو حاله من وسط 100. صحيح. هو ده السؤال. تعالوا نشوف الفيسبوك بيقول ايه. سؤال عن النسور الشرجي، بتقول انها عملته مرتين بيرجع تاني ما اقدرش اعمل له جراحه لثالث مره، اعمل ايه؟ يعني ده سؤال بسمعه في اليوم 1000 مره. النسور الشرجي من الحاجات السخيفه اللي حتى لما بقينا نعالجها باستخدام الليزر، اذا سالتني نسبه نجاح علاج النسور الشرجي باستخدام الليزر 100% هقول لك لا مش 100% والا بقول اي كلام. علاج النسور الشرجي باستخدام الليزر نجاحه قد ايه؟ 84%.
طب بس حتى مع الجراحة يعني لما كنا نقطع النسور ونشيله كل حاجة كانت نسبة نجاح 71%. يعني معنى كده ان نسبة نجاح مع الليزر اعلى بكتير جدا من الجراحة ومخاطرات اقل وكل حاجة. النسور الشرجي من الحاجات السخيفة طبعا الـ يعني السيدة الفاضلة اللي عملت العملية مرتين عن طريق الجراحة وقطعت العضلة مرتين اذا كان ربنا ستر في المرتين فطبعا يعني لا انصحها تماما انها تعمل عملية باستخدام الجراحة تاني ونقطع حتة تالتة ونخش في الريسك الكبير. هو مرض سخيف من كل 100 واحد بنعالجه باستخدام الليزر حتى دلوقتي 84 بيخفوا ويبقوا مبسوطين جدا، 16 ما يخفوش ويزعلوا، 16 حتى ما يخفوش يبقى لهم سكند سيشن يعني دخلهم تاني مرحله تانية وكل حاجه نسبتهم اكبر بكتير وكل حاجه. مع استخدام الليزر احنا نقدر نعمل العمليه دي ان شاء الله 1000 مره طز ما يجراش اي حاجه لان ما قطعناش حاجه، مفيش حاجه خايفين عليها. هي كل فكره ان احنا كوينا التراك ده، يا 84% يستجيب من اول مره، 16% يستجيب من تاني مره، مفيش حد قوي يعني ثالث مره، لكن يعني بتبقى الحكايه صعبه قوي في الحكايه دي. لكن هو النسور مرض سخيف، كل يوم فيه جديد في علاجه الحقيقه، كل يوم فيه يعني هم انا بتهيأليش ان كل الناس اللي متخصصه قوي في الحكايه دي مش شاغل بالها قد النسور الشرجي ده نقدر نعالجه ايه الجديد. دلوقتي بقينا بنعمل حاجه جديده قوي كمان مع الليزر، حتى الفتحه الداخليه اللي جوه دي بقينا بنقفلها بالمنظار بكليب كده عشان نقلل انها يعني نزود ال 84 يبقوا اكتر من كده بكتير، والحمد لله يعني 84% نسبه الكتب بس هي النتيجه احسن من كده بكتير، لكن ما زال مش 100%. مفيش جراحه بعدها، مفيش جراحه بعدها المريض مش مطلوب منه حاجات، كل جراحه بعدها المريض مطلوب منه اشياء يعملها. تعالوا نسمع هاني هيسال في الحته دي ازاي. لان النسور الشرجي مزعج جدا والاصابه بيه شبح مخيف بالنسبه لنا كلنا، موقع طبي أمريكي شهير اسمه رانجولي آيرفيد نشر أهم النصايح للوقاية من الإصابة بالنسور الشرجي، ومنها التبكير بعلاج أي خراج حول الشرج جراحياً، ومتابعة علاج مرض السكر وعدم إهمال ضبط نسبته في الدم، واللجوء إلى الطبيب الجراح مباشرة في حالة اشتباه وجود نسور أو أي مشاكل مشابهة. وفي الممارسات اليومية أوصى بتناول كمية كافية من الألياف في نظامنا الغذائي، وشرب كمية كافية من السوائل، وممارسة الرياضة، وعدم تأخير الحمام عند الرغبة في التبرز، وطبعاً الاهتمام بالنظافة الشخصية. يا ترى إيه أهم النصايح والتعليمات الطبية للمريض بعد إجراءه عملية النسور الشرجي؟ من ضمن الأشياء التي أرثناها في ثقافة الثقافة العربية إنه المريض مشارك بعد الجراحة في أشياء معينة حتى طبعًا يضمن الجراحة دي النجاح. طبعًا الجراحة دي أعتقد إن في حاجات كثيرة جدا لازم العيان ياخد باله منها عشان ما يضرش الجراحة. 100% كانت النصايح اللي هنقولها للمريض مع العمليات الجراحية العادية أكتر بكتير خالص مع استخدام الليزر. كان أهمها إنه يقعد في البيت شهرين ثلاثة، ممنوع الحركة والعرق وكلام زي كده، كان هيبقى عنده جرح كبير لازم يغير عليه واحد. لكن ده كله كان مع الجراحة. مع الليزر نصايح بقت أقل بكتير لأن إحنا ما عندناش جرح، ما عندناش حتة مقطوعة، ما عندناش حاجة هيغير عليها حد. كل الفكرة مع استخدام في تكنيك الفلاك ده اللي احنا بنساعد المريض فيه انه يعمل عمليه تخليه الليزر لغلق الفيستولا او لغلق التراك، ان احنا بنعالج النسور بالليزر. كل اللي بيعمله المريض بعد العمليه انه بيقعد حوالي 24 ساعه يشرب اكتر ما ياكل، يعني يعتمد على السوائل اكتر. ليه؟ لان احنا قلنا هي فتحه جوه وفتحه بره، الفتحه الداخليه اللي جوه النسور دي احنا بنقفلها، فلازم نحافظ على قفلانها ده 24 ساعه، فمش عايزين منه اكل تقيل وحكايه زي كده فيبقى فيه براز ممسك فيبقى يبوظ لنا اللي احنا عامله. فبعد 24 ساعه يشرب اكتر منه ما ياكل، لازم يلتزم في الادويه اللي بياخدها فتره كده. لكن ما عندناش جرح، ما عندناش حاجه هيغير عليها او حاجه. احنا دايما بنقول للمريض ان 48 ساعه تروح شغلك يعني، فما بقتش النصايح نقدر نقول ان هي بهذا الشكل الكبير اللي كنا مع الجراحه العاديه، بقت الحكايه ابسط. والمريض وهي ميزه الليزر في الامراض الشرج عموما انه بقت يعني توفر على المريض الريكفري بيريد، على فتره النقاهه اللي بيقعدها بعد العمليه. خلاص الحكايه بقت يعني مش عايزين نقول ساعات، لكن 24 48 ساعه يبقى في شغله يعني. هل النسور من الحالات اللي بتوجع عندك بخزعبلات زي البواسير؟ البواسير طبعا، البواسير بتالي اكتر. هو المريض اصلا ما بيبقاش قادر يفرق قوي يعني، هو يعني طبعا البواسير هي جزء اللي مليانه اشاعات يعني، وخزعبلات، واشتري كريم لعلاج البواسير طبعا يعني وادهن مش عارف قنوات ايه. القنوات الموجوده دي لازم بليها حل طبعا، يعني القنوات اللي هي بتعرض افلام عربي وبتحط في اخر وسط الافلام ديت اعلانات، هي بتبقى اعلانات اكتر منها افلام للاسف كارثه، وللاسف بيقلدونا يعني، هم بيقلدونا حتى في لبسنا
بيحاولوا يعني يعني احنا صحيح. اول ناس لبسنا يعني حاجات لبس صحيح. الطبي يعني، لكن ما هو تقليدنا مش معناه ان هم كريدابيليتي كويس، ده معاه يعني دي نصيبه سود. والجمهور والمريض قادر يفرق يعني، عارف مين مين الدكتور فعلا ومين اي كلام يعني. لا في كوارث، في كوارث في بس عندكم في البواسير اقل شويه من الهيمورويد بس يعني كله شغال برضه. طبعا هو الفكره ان الـ 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 القنوات دي او الناس اللي يعني اللي هي عايزه تتاجر بالام الناس، هي بتدور ايه الشائع يعني، زي البواسير. ايه اكتر حاجه الناس دايما البواسير، طب يلا نعمل لهم حاجه كريم يشتروها ولما يشتروها احنا هنكسب فلوس كتير، لكن هم يقعدوا يدعوا عليهم الفلوس اللي خدوها دي يعني. لكن لا طبعا في اشاعات وفي حاجات صعبه قوي في الحكايه دي طبعا. انا شفت ناس اتضرت جدا من النصب على الناس في الصحه. طبعا شفتوهم، طبعا شفتوهم اتضروا في اولادهم يعني. وعشان كده مثلا هو يعني لما انت سالتني هل الحكايه دي 100%، لا طبعا ابقى كذاب لو قلت كده يعني، ابقى بضحك على الناس. لا طبعا 84% ننجح ونبقى مبسوطين والمريض يعني، ده العلم اللي بيقول كده. ما هو اذا راح امريكا هيقولوا كده يعني، لو المريض اللي عنده نصور ده راح امريكا عندك حل تاني في الدنيا اسهل من كده؟ لا هو ده اسهل حاجه. نسبه نجاحه كام؟ 84% يعني. لكن لا يوجد كريم لعلاج البواسير، لا يوجد كريم لعلاج النصور، طبعا لا يوجد، دي حالات جراحيه بالظبط. فاحنا زي مثلا لما اقول ايه، انه الجلطه في القلب ملهاش كريم بالظبط بالظبط ملهاش دواء يعني، ده يعني مفيش جلطه في القلب هتقفل شريان يبقى انا هاخد دواء، فالجلطه انا هاخد دواء على حاجه ثانيه بالظبط، سيبته مذيب للجلطه، لكن بس مش حتى مش هدهنها من بره كده، مش هدهنها يعني. من بره ستريبتوكينيز ولا يوكينيز يعني صحيح. يعني في حاجات بالحق يا جماعه يعني، اذا اردت ان تنصب بالظبط يعني راعي ضميرك يا اخي. حتى النصب في واحد لطيف جدا من اصدقائنا على الفيسبوك، لطيف جدا جدا، عمل دمه خفيف، بيعمل فيديوهات لطيفه قوي، فضمن الفيديوهات قال لك ان احنا اخلينا بشرف النصب يعني، مش بشرف مش نصب ملوش شرف، بجمال النصب. هو كان بيتكلم على حاجه ثانيه يعني غير النصب، حاجه شبه النصب، بوظ المهنه يعني. يعني حاجه التطبيل يعني. كان بيتكلم على التطبيل. فقال لك انتوا افسدتوا علينا التطبيل. صحيح. مش كده، فين زمن التطبيل الجميل؟ فين زمن النصب اللطيف؟ نورتنا الله يخليك. طبعا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري واستاذ جراحات الشرج والمستقيم، عضو جمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج ومدير مؤسسه هيموكيور للعلاج أمراض الشرج والمستقيم، كان ضيفي في الدكتور. خلي بالكم من نفسكم وخليكم مع الدكتور. أفضل برنامج علمي، الدكتور والناس الحلوة، الدكتور أيمن رشوان. ربما وجدت صعبا في بدايته، واستمرينا وكملنا، واليوم استطيع ان اقول في هذه الكنيسه الرائعه اننا حققنا معادله صعبه بين الطرح الطبي الذي نراه دائما صعبا مملا احيانا، وبين ما يتركه الاداء التلفزيوني من تشويق وابداع. وانا أمسك في يدي بهذه الجائزة القيمة في هذا المكان الراقي والمهرجان الممتع، أستطيع أن أقول أننا نسير على الطريق. أشكركم وأحبكم وأقدركم وأتمنى لكم دائما كل الصحة والسعادة. الحقيقة التكريم جه في وقت مهم جدا بالنسبة لنا. انت عارفة الثقافة المصرية كانت في خطر، الثقافة المصرية فيما يتعلق بالوعي الطبي كانت في خطر شديد جدا، وبعدين الناس كانت هتتخطف ورا الدجل والنصب لغاية دلوقتي، والمنتجات اللي بتتباع في حتة غريبة تحت مسميات طبية، وناس المرضى غلابة طيبين بيمشوا ورا الحاجات اللي فيها دجل ونصب بيستسهلوا، وده غلط. ثقافة الاستسهال قلنا كتير انها غلط شديد جدا. احنا بنينا ثقافة عند الناس تفهم ازاي تتعالج، ازاي تفهم المرض، العلاج بفحوصات، بعلاج صح، باسلوب علمي منضبط. يجي بقى الجائزة دي تقولك
ان انت ماشي على الطريق صحيح، ماشي على التراك الصح، ماشي على يعني الناس فعلا مصدقه الطب الصح، الطب المنضبط، الطب الاكاديمي، الطب اللي قائم على اساتذه في كليه الطب او استشاريين ناس واخدين شهادات محترمه جدا. الحاجه الثانيه دي مهمه جدا اللي قدمناها، صوره الطبيب المصري للمجتمع العربي، ده مهم جدا. ربنا سهل ونكمل زي ما احنا ان شاء الله رغم كل الصعوبات ورغم كل المعوقات اللي بتقف قدامنا، فانا مبسوط فرحان طبعا جدا.